أسعد الله مساءكم السيدات والسادة المتابعين، حضورنا الكريم. نطل بكم في جلسة حوارية رقمية جديدة ضمن سلسلة لقاءات وحوارات ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي الرقمية. هذه المنصة الرقمية التي سخرناها استجابة لأزمة وباء الكورونا الذي اجتاح العالم والتحول الرقمي الذي فرض نفسه على كل مناحي حياتنا، فبالتالي نحن في هذه المنصة وهذا الملتقى الثقافي الاقتصادي الحواري استجبنا مباشرة بكل رشاقة ومرونة، وتحولت كل لقاءاتنا الحوارية والرقمية إلى هذه المنصة عبر صفحة ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي على الفيسبوك. لذلك نرحب أجمل ترحيب بكم جميعا المتابعين الكرام في هذه الجلسة الحوارية الجديدة التي يعني شخصيا أعتز بها، كوننا نتناول موضوع الإعلام والإعلام الاقتصادي تحديدا، ويحل علينا ضيوفا كرام إعلاميين وصحفيين نعتز بهم في هذا الوطن العزيز بعنوان الإعلام الاقتصادي واقع وتطلعات. نحن في بث مباشر عبر صفحة ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي، وأيضا يشاركنا في هذا البث العديد من صفحات مجموعة طلال أبو غزالة العالمية عبر مواقعنا على التواصل الاجتماعي، وأيضا يشاركنا في هذا البث عدد من صفحات مؤسسات المجتمع المحلي والمدني، وأيضا نحن في بث حي ومباشر عبر أثير إذاعة طلال أبو غزالة للأعمال والثقافة على تردد 102.7. لذلك نتمنى أن تكون هذه الجلسة وهذا اللقاء الحواري ذو فائدة وذو قيمة ومنصة نعبر بها ونتبادل أطراف الحديث والآراء معكم. لذلك نحيي كل من هم معنا الآن عبر الصفحة بتعليقاتهم ومتابعتهم، وأيضا نعتز بضيوفنا الكرام الذي أرحب بهم أجمل ترحيب، الأصدقاء والزملاء الأعزاء. بداية اسمحوا لي الترحيب بالإعلامية القديرة الزميلة العزيزة الأستاذة إسراء قبيشات، وهي إعلامية مميزة ومبدعة تطل علينا دائما عبر قناة المملكة الفضائية، هذه القناة الوطنية. لذلك اسمحوا لنا أن نرحب أجمل ترحيب بإعلاميتنا المبدعة أستاذة إسراء قبيشات. يسعد مساكي. يسعد مساك أستاذ فادي، وأهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا طبعا بملتقى طلال أبو غزالة المعرفي بكل يعني كوادره، إن كان يعني محليا أو عربيا، وبكل المتابعين لهذا الملتقى الثقافي النوعي، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين والمستمعين أيضا اللي عم بيحضرونا عبر كل الشاشات والمنابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك سيدتي الفاضله الاعلاميه القديره اسراء بيضين. احنا سعيدين انك تحلين ضيفه عزيزه عبر هذه المنصه الرقميه ضمن جلسات ولقاءات ملتقى طلال ابو غزالي المعرفي، وانت اعلاميه اردنيه نعتز بك وبدورك الاعلامي البارز، وتطلين علينا دائما عبر هذه القناه التي نعتز بها قناه المملكه، فلك منا كل الاحترام والتقدير، وسنعرف بك ونتطلع إلى الحديث معك سيدتي. وأنا متأكد أن هناك متابعين كثر يعني من جمهورك العريض الذي يطوق إلى سماع أفكارك والنقاط التي سنتداولها حول الإعلام وأثره على الاقتصاد. اسمحي لي زميلتي أستاذة إسراء أيضا أن نرحب ب صديقنا وزميلنا أيضا الصحفي الدكتور فتحي الأغوات من صحيفة الرأي، هذه الصحيفة الوطنية التي نعتز بها كمؤسسة إعلامية صحفية عريقة. وصديقنا الدكتور فتحي الأغوات الذي يكتب ويغطي دائما جوانب اقتصادية على الصفحة الأولى، وأيضا لا يغفل دوما عن الشباب والمبادرات الشبابية عبر المواضيع التي يقوم بتغطيتها في المجتمع الأردني. فالدكتور فتحي الأغوات أنت صديقنا وزميلنا، اسمح لي أن أرحب بك أجمل ترحيب عبر هذه المنصة الرقمية في هذه الجلسة الحوارية. مساء الخير. يسعد مساك. يسعد مساك ويسعد مساء زميلتنا المتألقة دائما إسراء، وأهلا بكم دائما. أنا سعيد أن أكون فعلا اليوم على هذه المنصة التي تحمل اسم عظيم طلال أبو غزالي، هذا الملتقى
اللي نفتخر فيه كأردنيين وكعرب كملتقى مهم وله حضوره على الساحة المحلية والعالمية. فأنا سعيد بكم جميعا للحديث عن هذا المواضيع، وكل الشكر لكم مجددا، وأهلا وسهلا بكم أخي فادي. حياك الله عزيزي وصديقي الدكتور فتحي الأغوات، أنت من أهل الدار يعني، وأنت دائما كنت وما زلت عضو فاعل في ملتقى طلاب غزال المعرفي من خلال مشاركاتك العديدة بالعديد من اللجان التي أطلقت أعمالها عبر السنوات الماضية في ملتقى طلاب غزال المعرفي، وكنتم دائما إلى جانبنا في فعالياتنا، وهذا دور كبير نقدره لشخص فتحي الأغوات وأيضا للمكان الصحفي التي تمثلها بتغطياتك الشمولية للعديد من المواضيع، فأهلا وسهلا بك سيدي. إحنا للأسف نواجه مشكلة تقنية بزميلنا الأستاذ الصحفي إبراهيم المبيضين الذي يجب أن يكون معنا في أي لحظة، إن شاء الله بيكون معنا في هذه الجلسة الحوارية، لكن تقنيا هناك بعض الإشكاليات، وهذه إحدى السلبيات اللي بنعاني منها وقد نتناولها حاليا بحوارنا في هذه الجلسة الحوارية، إلى مدى أن التكنولوجيا ساهمت وساعدت طبعا وكان لها أثار إيجابية على كل قطاعاتنا، ومنها الإعلام ومنها المنصات الثقافية والاقتصادية الحوارية، وإن كان لها سلبيات مثل الآن اللي يعني أحالت دون وجود زميلنا الأستاذ الصحفي إبراهيم المبيضين من صحيفة الغد، واللي إن شاء الله يكون معنا. لنبدأ إن شاء الله جلستنا الحوارية، هناك مطالبات إنه نبلش حوارنا وجلستنا مباشرة من الجمهور اللي بتابعنا، فإذا بتسمح لي أستاذي العزيز فتحي الأغوات أن نبدأ بإعلاميتنا القديرة الأستاذة إسراء بيشات لنعرف جمهورنا الواسع والعريض اللي بتابعنا اليوم بإسراء بيشات، هذه الإعلامية الأردنية التي تعمل في قناة المملكة الفضائية في الأردن، حيث تخرجت إسراء بيشات من الجامعة الأردنية قسم اللغات بتخصص إيطالي وإنجليزي، ثم التحقت بمعهد الإعلام الأردني لإكمال الماجستير في مجال وسائل الإعلام الجديدة والصحافة. وحياتها المهنية والعملية بدأت في العام 2008 في مجال البنوك والمجال المصرفي، ثم التحقت في إذاعة الجامعة الأردنية التي تخرجت منها لتقديم برنامج بومة ورد البرنامج الصباحي، وكما قدمت برنامج موزاييك وهو برنامج يعني عبر إذاعة أيام اف ام والجامعة الأردنية في عام 2013، وقدمت في إذاعة أيام اف ام برنامج 360 درجة الذي يتحدث عن مشاكل أهل الفن والقضايا الصحفية والإعلامية الساخنة والعالمية والسياسيين والمثقفين، وبدأت في مجال تسجيل البرامج إلى أن التحقت في قناة المملكة عام 2017 حتى يومنا هذا، وهي تقدم عدة برامج منها النشرات الاقتصادية اليومية والبورصة، صباح المملكة، نهاية الأسبوع، وأيضا الأحد الاقتصادي، وتعد إسراء بيضين عفوا إسراء طبيشات من أهم المذيعين في قناة المملكة منذ العام 2017. أهلا وسهلا بك زميلتنا أستاذة إسراء طبيشات، وهذه السيرة الذاتية الجميلة التي تدل على اجتهاد وتدل على يعني أنا بدي أشكرك أستاذ. تفضل إسراء. أنا بدي أشكرك أستاذ فادي، يعني بطبيعة الحال أول شيء اسمح لي أني أرحب أستاذ فتحي، يعني صحفي مرموق، ويعني أكيد سيرتي الذاتية بتحكي عنه، وأنا سعيدة جداً أني أكون لجانبه بهذا اللقاء وبهذه المحاضرة، وأكيد يعني هو أعلم مني وأخبر مني، يعني أنا لساتني مبتدئة في عالم الإعلام، لا أعتبر نفسي إنه لا بالعكس، يعني حلو الإنسان يعني يكون يعني زي ما بيقولوا يعرف، أكيد أنا تطلعاتي كبيرة ولكن بالنهاية أكيد بتعلم من الجميع، وإحنا يعني حتى فكرة الإعلاميين القادرين يعني إحنا الألقاب شوي عندنا فيها يعني بذخ بشكل عام، فبالعكس يعني العمل الإعلامي عمل بحاجة إلى اجتهاد كل يوم. أنا ما بدي يعني أحكي كتير برا الموضوع، يمكن إحنا هلأ من هو منقدر إنه نبلش بفكرة إنه الإعلام في الأردن والعمل الإعلامي في الأردن بيحتاج لمجهود كتير كبير، أول شيء لإثبات الذات، لإثبات القيمة الإعلامية اللي بدك تقدمها، وأكيد في تحديات كبيرة إن كان على المستوى الضيق في مجال الإعلام نفسه،
أيضا للمتلقي. المواطن الأردني ليس مواطن سهل في التعاطي معه إعلاميا، هو مواطن ذكي ومثقف، وبنفس الوقت هو مواطن كادح وله اهتماماته وله أولوياته. صعب كتير إنك تأخذ المواطن لأي مكان بس لمجرد إنه هذا الموضوع مهم، يجب أنه فعليا يكون مقتنع تماما، وإقناع المواطن بمعلومة معينة. يعني التشكيك دائما هو يعني زي ما بيقولوا الأولوية، يعني اللي بيتعامل فيها المواطن مع أي معلومة جديدة، وهذا شيء سيء وشيء إيجابي في نفس الوقت. فدور الإعلام إحنا عندنا يمكن بحاجة للكثير من التحفيز، بحاجة كثير من الناس اللي متآمن بالدور الإعلامي. ويجب أن نتفق أول شيء ما هو الدور الإعلامي، إن كان على الصعيد الاقتصادي على الصعيد السياسي والاجتماعي، وإلى أي مدى هناك تناغم فعليا في العمل الإعلامي. المنافسة جميلة وتثري أكيد هذا القطاع، لكن بنفس الوقت هناك أساسيات وأخلاقيات يجب أن يحافظ عليها الإعلامي بالدرجة الأولى، وهدف ورؤية واضحة ماذا يريد أن يقدم الإعلامي فعليا لهذا المواطن، لهذا المجتمع، ما القيمة المضافة. التحديات في المجال الإعلامي الاقتصادي تحديدا تحديات كبيرة جدا. التحدي الأول إنه الإعلام الاقتصادي هو مبني على الحقائق والوثائق، هو مبني على الرقم، والرقم ليس فيه مجال للخطأ، يعني غير مقبول الخطأ من أي صحفي إعلامي، إن كان بمعلومته، إن كان بالمعلومة التي يبني عليها الخبر، أو حتى بالمعلومة التي يحلل فيها معنى الرقم. يعني الكثير من المحددات يجب أن يأخذها بعين الاعتبار من يعمل في مجال الإعلام والإعلام الاقتصادي بشكل خاص. وهناك أدوار كثيرة، يمكن دور الإعلام الاقتصادي فعليا بده يكون مع المواطن، ويجب أن يكون أيضاً مع صانع القرار، لأن هناك سياسات كثيرة اقتصادية حتى تفعل يجب أن يكون هناك تفاعل ما بين المواطن أو ما بين المتلقي وما بين صاحب القرار. أيضاً أن يكون هناك دور رقابي على المنهجية والسياسة الاقتصادية. أيضاً يجب أن يكون هناك دور ثقافي لمعرفة ماذا يحدث حول العالم، ما هي المتغيرات. كلها هاي يعني مدخلات يجب أن يكون أي إعلامي يعرفها. الإعلام الاقتصادي يجب أن يعرفها ويدركها ويدرسها أحياناً حتى يستطيع أن يخرج بزبدة الموضوع ويقدمها للمواطن عشان المواطن يعرف من أين يبدأ. يعني هاي بشكل سريع، وبحب أعرف كمان رأي أستاذ فتحي بهذا الموضوع، يمكن هو يتعاطى مع كثير من المواضيع بتفاصيلها. يمكن الصحافة المكتوبة هي صحافة رائدة في المجال الاقتصادي، يمكن الإعلام المرئي بالذات في مجال الاقتصاد هو إعلام حديث، يعني لم نكن معتادين على فكرة الحديث الإعلامي الاقتصادي. دائما كنا نلاقي الصفحة الاقتصادية مليئة بالمعلومات ومليئة بالأرقام مليئة بالتحليلات، لكن يمكن صعب الناس كانت إنها تفتح عليها وتفهم إلا الناس المتخصصين وعارفين ماذا يعني مثلا الناتج المحلي الإجمالي أو ماذا تعني الموازنة أو ماذا تعني هذه الأمور. الآن الإعلام الاقتصادي بحاجة أن يصل لكل إنسان، المعلومة هلأ من حق كل إنسان، وكل مواطن الآن يريد أن يحصل على المعلومة، يريد أن يفهمها، لم يعد يثق بهذه القنوات التي تمرر له المعلومات، الآن يريد أن يستقي من المصدر. فأنت كإعلامي اقتصادي الآن أصبحت مصدر، يمكن حتى في ناس كثير بدأوا يفهموا السياسة من خلال الاقتصاد. فهذه بشكل سريع، فالتحديات كبيرة جدا يعني، والأدوار كبيرة جدا. أشكرك أستاذ إسراء لهذا التوضيح، وهذا يمكن كان بداية جلستنا الحوارية اللي نتحدث فيها، كون العنوان العريض اللي هو الإعلام الاقتصادي واقع وتطلعات، وأخذنا إلى منحى بالتفكير إنه الإعلام الاقتصادي هل ذلك يعني أنتم كإعلاميين وصحفيين تعملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، هل أنتم بالضرورة اقتصاديين بالمهنة، اقتصاديين بالدرجة العلمية، أم هي مهارة وحسن إدارة واطلاع شمولي كما تفضلت يا أستاذة إسراء
في تغطية المواضيع الاقتصادية والتخصص فيها، وقد يصبح الإنسان على درجة معينة من الدراية والعلم، لكن هل الإعلام فعليا مطالب أن يكون ذو تخصص في مجال معين لتغطية الإعلام، أو الإعلام أن يكون مساحة فبالتالي الشخص يجب أن يمارس مهنته الإعلامية بتخصصه الأكاديمي مثلا أو تخصصه المهني؟ أما هذه جدلية يعني قد نخوض فيها بالحديث. استمعنا يمكن لرأي الأستاذ إسراء، وممكن نرجع نسمع تعليقك على الموضوع. أخونا الدكتور فتحي الأغوات، أنت نعرف السادة والسيدات الحضور بزميلنا وصديقنا الدكتور فتحي الأغوات، هو حاصل على دكتوراه علم اجتماع من جامعة مؤتة، وهو كاتب وصحفي في صحيفة الرأي الأردنية حالياً، عضو بنقابة الصحفيين الأردنيين أيضاً، وعضو لجنة الشؤون الخارجية في نقابة الصحفيين الأردنيين، ورئيس لجنة الاتصال والإعلام في المنبر الاقتصادي الاجتماعي للشباب الأردني في الأعوام 2013-2016، التابع إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني، عمل مستشاراً إعلامياً في أحد المشاريع التنموية الاقتصادية، وأيضاً مستشاراً في مؤسسة إنجاز لتهيئة الفرص الاقتصادية للشباب الأردني، وله العديد من الدورات في مجال إدارة الإعلام والصحافة، مثل دورات القادة ومدراء الإعلام من المعهد الفرنسي والوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي. فدكتور فتحي، منحب نسمع خبرتك ومسيرتك على المجال الأكاديمي والعلمي، وأيضاً خوضك مغمار الصحافة والإعلام، وكيف أتت الآن يعني كونك تغطي مواضيع اقتصادية ونحن نتحدث عن هذه المساحة. فحبي نسمع عن مسيرتك وخبرتك في هذا المجال وتعليقك على ما أثارته الأستاذ إسراء. شكرا أخي أستاذ فادي، وأنا أشكر الزميلة إسراء على تواضعها وكلامها الطيب عندنا، فهي زميلة متألقة دائما ومتابعينها يعني نشهد لها بهذه المهنية العالية التي تقدمها دائما عبر شاشة المملكة. حقيقة بداياتي كانت أنا كأي شباب أردني من خلال بدايتي كهيئة شباب كل الأردن، كنت من بداية المؤسسين في هذه الهيئة، وكان لنا خطوات يعني نحكي متقدمة في هذا المجال. بداية الأولى عملنا على تأسيس الهيئة من بداياتها الأولية يعني نحكي، ثم ننطلق بعد ذلك يعني من خلال عدة مجالات في هذه الهيئة، مجال الإعلام، مجال الاقتصاد، مجالات مختلفة. كانت بدايتي أنا مع صحيفة الرأي في ملحق شباب الرأي اللي كان بتوجيه ملكي، إنه أصدر إنه بتزامنا مع هيئة شباب، تأسيس هيئة شباب كل الأردن، فكانت هذه البداية. انطلقت مع الهيئة كمنسق إعلامي متطوع وكمستشار بعدها فترة، وكمستشار لكافة المحافظات إعلامياً مع هذه الهيئة. بدأت في كافة تحقيقات الشباب، لقاءات مستمرة مع المسؤولين ومع قيادات مجتمعية محلية ودولية، من ضمنها أيضاً أضافت لي تجربتي مع الوكالة الأمريكية USAID كمستشار إعلامي في برنامج كان موجود اسمه سابق، كمستشار إعلامي لهذا البرنامج لأكثر من عامين، كان شيء جميل وأضاف لي نقلة نوعية من خلال لقاءات عديدة ولقاءات. هو أصلاً كان برنامج اقتصادي موجه للشباب الأردني. استمرت مسيرتي بالرأي يعني إذا تحدثنا عنها من خلال فترة طويلة، ثم الانتقال للجانب السياسي. فترة طويلة عملت يعني في مجال في التقارير، كتبت التقارير السياسية والمقالات السياسية. بعدها انتقلنا إلى الجانب الإعلامي، وإذا تحدثنا أيضا عن أكاديميا، أنا رسالة الدكتوراه تحمل التغطية الإعلامية، فهي في مجال الإعلام، كنت أثر كنت بالإعلام، فهي التغطية الإعلامية للجرائم ودورها في الحد من الجريمة، وهي قريبة نوعا ما، اعتمدت النظريات الإعلامية واللقاءات الإعلامية وكل ما يتعلق بالإعلام من خلال آراء الزملاء الصحفيين والإعلاميين. بالنسبة لموضوع أنه هل يمكن أن يكون الصحفي أو أي التخصص يؤثر على مجال العمل الإعلامي، فهذا ليس شرطا، لأن أغلب الصحفيين والإعلاميين ليسوا دارسين إعلام يعني بالمعنى الأكاديمي أو التخصصي، هذا شيء لا يعيب أي شخص إعلامي أو صحفي. ما يعتمد على مهنية الصحفي وأساسياته هو مقدار حبه لهذا الموضوع ومقدار خبرته ودرايته وقدرته على الإبداع في هذا المجال وإيصال الفكرة الإعلامية والرسالة الإعلامية، هي المحدد الأهم التي بنظري هي التي تنجح هذا الإعلامي وتصنع له اسما في الصحافة والإعلام.
فهذا أمر مهم جدا. الإعلام يعني الاقتصادي هو شيء كما تحدثت زميلتنا إسراء يعتمد لغة الأرقام واللغة الكمية بعيدا عن التحليلات اللي نحكي عنها السياسية أو الاقتصاد، مع أنه في ارتباط بين السياسي والاقتصاد، هناك ارتباط كبير، لكن اللغة الكمية والرقمية هي المسيطرة والأهم في هذه في الاقتصاد. ممكن إحنا إنه لا ليس المطلوب من الصحفي الاقتصادي أن يكون هو صانع الخبر الإعلامي أو عفوا صانع القرار الإعلامي الاقتصادي، بقدر ما هو مطلوب إيصال هذه الرسالة. إيصال هذه الرسالة يعتمد على عدد من المميزات والصفات والمهنية التي يتمتع بها هذا الصحفي والكاتب، من إيصالها إلى أن يكون حلقة وصل ما بين الجمهور وما بين صاحب القرار أو هذا القرار الاقتصادي طبعا. فهي أمور مهمة جدا يجب الانتباه إليها. التحليل، هناك أمور مالية معقدة بحاجة إلى أن شرحها وتبسيطها لحتى يسهل على المواطنين فهمها، وهي مهمة جدا من خلال تحليلات يعتمد على خبرة هذا الصحفي واطلاعه ومدى إدراكه لواقع هذا القضية الاقتصادية التي من خلالها يوصل فكرته وفكرة هذا القرار للمسؤول. حقيقة يعني الصحفي ليس له علاقة أو ليس له باختصاصه الأكاديمي أو المهني هناك علاقة وثيقة نحكيها. أغلب الصحفيين والإعلاميين هم ليسوا دارسين نحكي يعني تخصصاتهم إعلامية، وهذا لا يقلل من شأنهم، العكس، هناك سياسي و كثير تخصصات لغة عربية وحتى تاريخ لكن هي تعتمد كما تحدث يعني على خبرته ومهنيته وقدرته على إيصال هاي الرسالة. ويمكن الإعلام كإحنا صحافة نختلف عن مجال زملائنا في الإذاعة في التلفزيون، هي تعتمد محددات أخرى مثل الظهور أو مدى قدرته على جذب الجمهور ومدى قدرته على التعامل معهم من خلال المحادثات، وإذا كان الإذاعة أو التلفزيون، فهذه مهمة. هناك محددات تختلف نوعا ما حتى باللغة التحريرية، ممكن إحنا تحريرنا بالصحافة يختلف نوعا ما عن الزملاء في التلفزيونات أو إذا حطات إذاعية، فهو لها أسلوب معين لكن هي الفكرة واحدة وتصل للجميع. هذا أبرز ما لدي في هذا الخصوص يعني. أشكرك دكتور فتحي لهذا التوضيح يعني والشرح. بدي أحاول يعني أتمنى أن يسعفنا الحظ، عم بحاول إنه يكون معانا زميلنا الأستاذ إبراهيم بيضين، ما بعرف إذا بسمعني. أستاذ إبراهيم بيضين تسمعني؟ أستاذ إبراهيم سامعني؟ في مشكلة، أنا واضح إنه موجود لكن ما في صوت وما في صورة. طيب، زملائنا الأستاذ إسراء وصديقنا الأستاذ فتحي في العديد من يعني المتابعين، إذا بس تسمحوا لي أقرأ على مسامعكم بعض التعليقات. في تحية خاصة للإعلامية إسراء إطليشات من أحد يعني متابعينك. الأستاذة نجمة مصباح تحكي أكيد وتحدي الإعلام الأردني مثل الإعلام العربي، وأيضا تقول لكل شيء سلاح ذو حدين، بس الأكيد المبادئ الأساسية هي من تحدد أين أنت. أيضا الأستاذة ميري حتر سويس تقول هل لدينا إعلام اقتصادي متخصص؟ لماذا لا يتم تدريب نوعي لكل من يعنى بالاقتصاد؟ حين أسمع النواب تحت القبة وضحالة الطرح الاقتصادي أتساءل كيف يناقشون موازنة الدولة. كل الاحترام أستاذ فادي. شكراً أستاذ ميل لتعليقك وسنتناوله بحوارنا الآن. أشرف الدراكي أيضاً كل الحب والإعلامية المتعلقة أسراء إطليشات. حارث الحياري محبة واحترام للدكتور الصحفي فتحي صانع آمال الشباب. وأيضاً فارس أبو حجلة good evening. وآية أبو عتيلة الإعلامية الشابة وصديقتنا المتميزة آية، تشرفت بأن أسمع هذا الحوار ولكم تحيات والأمنيات. يعني عنا نوعية مختلفة من التعليقات والأسئلة، وكان إحداها أتوقع مثل ما ذكرنا تأهيل الإعلاميين، وهنا لما حكت الأستاذ ميري حتى أنه شبهت بالنواب الذين يجب أن يناقشون الموازنة العامة، فبالتالي هل هم على درجة كافية من العلم. بالنسبة للتأهيل والتدريب أستاذ إسراء، إذا تحدثنا عن هذا الموضوع
ما هو تعليقك وكيف يمكن للإعلامي أن يطور من نفسه إن كان باختصاص معين أو يؤهل من نفسه إن كانت مهارات أو علم ليتناول مواضيع معينة قد يصبح مجال تخصص لاحقاً كإعلامي؟ نعم يعني تفضل الحديث لك. يعني أنا هون حابة إنه يعني بهمني جداً إني أتحدث بأكثر من طرف عن الموضوع. بصراحة أنا على المستوى الشخصي يعني بدي أحكي عن خبرة شخصية. يمكن أنا من السيدات القليل جداً إني أعرف أحكي بالاقتصاد، يعني كنت إلى حد ما يعني أي سيدة يمكن بهمها بالنهاية أمور معينة لا تدخل بعمق الأشياء من النواحي الاقتصادية والمالية، ولا إلا إذا كان طبعاً هذا شيء تخصص أو مجال عمل أو ما إلى ذلك. الفرصة الذهبية التي يعني أتيحت لي في قناة المملكة واللي أنا يعني فعلياً بقدرها جداً هي مرحلة الإعداد كانت للمذيعين والمذيعات، واللي كان من ضمنها الإعداد لمذيعين الاقتصاد بشكل أساسي. فكرة أن يكون الإنسان له الموهبة الإعلامية، يمكن هذا خلينا نحكي الأرضية التي سنبني عليها المعرفة والثقافة الاقتصادية أو التخصص للإعلامي في مجال معين، وهذا يمكن من الأدوات التي يجب أن يتسلح بها الإعلامي حتى يستطيع أن يصل للناس. فبالنهاية يجب أن يكون هناك لغة معينة يستطيع الإعلامي أن يتحدث بها، إن كان من خلال قلمه أو إن كان من خلال تعاطيه مع الناس بشكل مباشر تلفزيونيا. الأدوات إذا لم يمتلكها مهما كان المحتوى الذي يجب أن يقدمه فلن يصل بالشكل المناسب. فنحن نتحدث عن أرضية يجب أن تكون موجودة في الإعلامي. الآن العمل على المحتوى والاجتهاد في سبيل معرفة ماذا تقول ومن أين ينبع، هل هو من معلومة، هل هو من بحث، هل هو من دراسة، بنهاية يعني الموارد كثيرة، وهناك يعني جانب شخصي في الموضوع يجب أن يطور عليه الإنسان. في قناة المملكة تحديدا يمكن كنت من المحظوظين الذين بدأوا مع بقناة المملكة منذ بدايتها. هذه المرحلة التأسيسية اتيحت لي فرصة مثلا أنا كإعلامية أن أخذ دورات تدريبية في مجال مثلا التعامل مع الأرقام، ماذا يعني الرقم، ماذا تعني المصطلحات الاقتصادية فعليا، إن كان الناتج المحلي الإجمالي، إن كان الموازنات وكيف تبنى الموازنات، ما هو المحددات الإعلامية التي يجب أن يتناول فيها الإعلام هذه الأمور الاقتصادية أو المؤشرات الاقتصادية المهمة، وماذا تعني المواطن إن كان من ناحية البطالة أو إن كان من ناحية الفقر وغيرها من الأرقام المؤشرات المهمة التي تكون أيضا فبالتالي هذه المرحلة اللي بدأت فيها واللي قدرت إني أفوز فيها على المركز، قدرت إني أروح فيها على بورصة عمان، أن يكون هناك لقاءات مختلفة مع المختصين في المجال الاقتصادي وعلى المؤسسات الأساسية في الدولة التي تطبخ فيها الأرقام، هذه كانت فرصة اعتز فيها. وبصراحة من هنا بدأ حبي للإعلام الاقتصادي تحديدا. يمكن الاقتصاد بحد ذاته مختلف عن السياسة أنه مبني على حقائق، ليس هناك مجال كبير للتعدد في الآراء، توجهات سياسية مختلفة، يمكن ليس هناك خطأ وصواب، لكن في الاقتصاد هناك معلومة خطأ وهناك معلومة صحيحة، هناك ما يبنى عليها قرارات بناء على هذه الحقائق والأرقام. هي معرفة تراكمية بالنهاية، يجب أن تتراكم عندنا، يعني الأرقام التي نعرفها اليوم تبنى عليها أرقام بعد سنة، تبنى عليها التطور، يبنى عليها النمو، كل أيضا المعلومات التي نستقيها من الشارع، التفاعل اقتصاديا، العجلة الاقتصادية وكيف يجب أن تحفز، كل هذه الأمور هي أمور حياتية ويومية ربطت مع حقائق وأرقام، هي كانت مرآة لحياتنا اليومية التي نعيشها. وهنا المختلف في قناة المملكة تحديدا إنه الاقتصاد الإنساني الذي حاولنا أن نربط فيه الإنسان مع المؤشرات الاقتصادية، حياة الناس اليومية هي مؤشر اقتصادي، تفاعل الناس في الشارع هو مؤشر اقتصادي لسلوكهم، سلوكهم الشرائي، سلوكهم في التعاطي مع الأمور، سلوكهم في التعاطي مثلا مع أزمة كورونا، ما الذي تغير على المواطن خلال هذه الأزمة، فبالتالي سنفهم المؤشرات الاقتصادية والأرقام كيف تغيرت. لكن المهارات التي يجب أن أمتلكها
بالنهاية هي المعلومة، هي الطريقة تفاعلية، يعني يجب أن أكون قريبة من هموم المواطن حتى أعرف ما الذي يفكر فيه، فبالتالي كيف سيتصرف، فبالتالي الأرقام كيف سينعكس ذلك على الرقم. الفقر، كيف زاد الفقر بالنهاية؟ الفقر مبني على سياسات معينة، مبني على أزمات معينة عالمية وعربية ومحلية، فبالتالي سوف أستطيع بمرحلة من المراحل أن أشعر بمنطق الرقم، بإنسانية الرقم، بإنعكاسه على حياة الناس. فكل هذه الأمور يجب الإعلامي أن يكون على دراية فيها، يجب أن يطور من نفسه، أن يعرف ما الذي يحصل حول العالم، يجب أيضا أن يكون متفاعل رقابيا، ما المنهجيات المتخذة الآن والاستراتيجيات حتى يستطيع أن يكون مراقب له قيمة، ويستطيع أن يوجه بالنهاية سياق الحديث والأسئلة والاستفسارات إلى مكان يعني نخرج فيه بنتيجة. الاقتصاد الشيء الوحيد الذي يتشارك فيه المواطن والدولة في نفس الهدف، وهو أن يكون لنا حياة أفضل، أن يكون هناك يعني نمو، أن يكون هناك ازدهار، فليس هناك من يعني يمشي عكس التيار في الموضوع، ولكن من الممكن أن لا يكون هناك توازن وأن لا يكون هناك اتساق في العمل. فالإعلام يجب أن يأتي دوره هون بأن يكون له داتابيس كبيرة جدا، يعني كم معلوماتي مناسب حتى يستطيع أن يوصل للمعلومة، وأن يكون هناك أيضا جزء رقابي على متخذ القرار أنه هو واعي تماما للاحتياجات، واعي تماما للقدرات، وواعي تماما لاستغلال كل هاي الاستثمارات الموجودة. فهي عملية تكاملية، وحتى مع الصحافة المكتوبة بالنهاية أنا أستعين بالصحافة المكتوبة بكم المعلومات حتى أستطيع أن أترجمها تفاعلياً، إن كان مع صاحب القرار أو إن كان مع المواطن أو حتى بالقصة التي يجب أن أتناولها تلفزيونياً. جميل جميل هذا الإسهاب، يعني هذا التفسير إعلاميتنا إسراء، ويتماشى صراحة مع التعليقات العديدة. أنا عم بحاول يعني أن لا أغفل عن أي تعليق، فهناك العديد من التعليقات و يعني المشاركات بالرأي. على سبيل المثال يعني إذا تسمحوا لي أقرأ على مسامعكم، المهندس ماجد فرحان قندح: تحياتي لك أستاذ فادي وضيوفك الكرام، وسؤالي هو ما مدى شفافية الإعلام الرسمي في المجال الاقتصادي؟ يعني هذا سؤال قد يجول في كل أذهان يعني المواطنين بالنسبة للشفافية بالإعلام ومصداقية الإعلام بشكل أو بآخر، أو حرية الإعلام، وهناك مؤشرات دولية تتابع حرية الإعلام وتحديدا الاقتصادي. راغد مسعود: أرحب بالجميع، التحديات التي تواجه الإعلامي كبيرة، ومنها النقص الحاد في المعلومات، ما أهمية التركيز على صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الموثوقة؟ ما هو البديل الإعلامي للحصول على هذه المعلومات؟ أيضا حق الوصول إلى المعلومة هو من إحدى الحقوق يعني الإنسانية، ويطالب فيها كل المواطنين بالحصول على المعلومة، فما بالك أنتم كإعلاميون، فما هي مصادركم في الحصول على المعلومة؟ وعندما نتحدث عن الاقتصاد وكيف قد تؤثر هذه المعلومة من خلال الإعلام في انهيار اقتصاد أو بناء اقتصاد، في زرع ثقة أو في انعدام ثقة، هذا موضوع. سيد الكريم محمد صوان أيضا: أهلا وسهلا بك سيدي في أي وقت تتابعنا. عمر سرطاوي: أسعدت مساء، يشرفني الاستماع لكم ونحن نتشرف بكم. أشرف دراتكي يمسي بالخير على الإعلامية إسراء طبشات، ويقول: الإعلام هو رأي المواطن الأول، والأستاذة إسراء استطاعت بكل حرفية أن توصل وبتفوق في التقديم الممتع للمشاهد، إعلامية تعمل على تطوير نفسها باستمرار. يعني هي شهادة حق أستاذة إسراء من أحد متابعينك حول التأهيل والتطوير الذاتي. وأنا أعتز عن جد بكل مشاهد وكل متابع، يعني أنا عمل الإعلامي ليس بطويل جدا، ويعني كلكم أساتذة، ويعني بتعلم من الناس يمكن، وتفاعلهم هو أكثر شيء يعني يعني بثريني فعليا، فأنا جدا سعيدة بهذا التواصل. يا ستي جهودك مباركة، ولكل مجتهد النصيب. أنا أؤمن كليا دوما في المهارة والمعلومة، قد تكون المعلومة موجودة عند الإنسان، لكن إذا افتقد للمهارة في إيصال هذه المعلومة، وإن كان صاحبها وإن كان هو ينقلها، بالتالي يعجز عن فعليا ترك أثر أو إيصال هذه المعلومة بأثرها المطلوب. فلا شك المهارة مطلوبة لدى الإعلامي في سلاسة وسهولة
ومتعة إيصال المعلومة لكل العقول التي تستوعبها، وهذا دور الإعلامي. أنا لازم أقرأ قبل أن ننتقل ونسمع وجهة نظر أخونا الدكتور فتحي الأغوات، الزميلة الأستاذة أماني الكايد، وهي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وسبقاً استضفنا عطوفة السيدة خلود السقاف، هذه المؤسسة الوطنية التي نعتز بها والاقتصادية. تقول: أستاذ فادي مساء الخير، يعطيكم ألف عافية على اللقاء المهم، وتحية لضيوفك الكرام المبدعة والأنيقة الست إسراء والدكتور فتحي. جزء من المشكلة هو أن بعض الصحفيين الاقتصاديين غير متخصصين في الاقتصاد ولا الإعلام، والشواهد كثيرة في المشهد الأردني، وهنا يحرم المتابع من فهم وتحليل ما وراء الأرقام بسبب عدم قدرة الصحفي على فهم المعلومة، وبالتالي عدم قدرته على تمرير المعلومة بشكل سلس وبسيط للمتابع، وهذا ما كنا نتحدث فيه الآن. وأعتقد أيضا عدم وجود قواعد ثابتة للعلاقة بين المؤسسات والصحافة والاعتماد على مبدأ ما هم عليهم، وصعوبة وصول الصحفي للمعلومة وأساسها وما وراءها هو إحدى التحديات يواجهها الصحفي في إيصال رسالته. وأعتقد هذه مشكلات تحول دون قيام الصحافة من تشكيل أو صنع رأي عام يساهم في تطوير الدول، خلق سلطة رابعة حقيقية طابت جهودكم. يعني تعليق الأستاذة أمان الكايد، ولك كل الاحترام سيدتي، وأنت تعملين في مؤسسة عريقة اقتصادية فتتحدث عن علم وعن معرفة، وأعتقد عن معاناة من تحديات إن كان تجربتها مع القطاع الإعلامي أو الصحافي. كيف فعلا يمكن أن يشكل الإعلام سلطة رابعة حقيقية ونقل معلومة وما خلف المعلومة وما خلف الرقم بشكل أو بآخر؟ أستاذ فتحي، يعني كونك تغطي أخبار اقتصادية مهمة وعلى الصفحة الأولى نرى يعني مقالاتك وما تغطيه حول أي مؤشرات اقتصادية عالمية، أي أخبار اقتصادية محلية في القطاع العام تحديدا ووزارة المالية في العالم المصرفي ومجال البنوك وغيرها وغيرها، ما هي التحديات التي تواجهها؟ كوننا نسمع حاليا من المتلقي أن هناك تحديات في المصداقية، تحديات في مدى اطلاع الشخص الصحفي ومهارته في نقل المعلومة وحياديته ونزاهته. ما تعليقك حتى ما على ما تفضلت به الأستاذ إسراء؟ نعم، شكرا أخي فادي. بداية بدي أبلش من الشفافية بالإعلام الرسمي. أنا بالنسبة لتجربة شخصية بصحيفة الرأي، صراحة تناولت مواضيع كثير مهمة وكثير حساسة، وكان يعني كان في ردات فعل يعني إلها رسميا وكذا، لكن ممكن إحنا الإعلاميين أو الصحفيين دائما نتهم أننا لا مش قادرين نوصل الحقيقة أو غير قادرين على إيصال الفكرة اللي المسؤول بده يحكيها أو بده يوصلها. هي بالحقيقة بالواقع الصحيح إنه المسؤول هذا ما أعطانا ما بيزودنا بالفكرة، يعني الفكرة هاي أو المعلومة لم تصلنا. بنحاول إحنا، أنا كثير عن تجربة شخصية بحكي كثير، بحاول في مواضيع بكتبها بتواصل مع المسؤولين أو مع الوزراء، مع مسؤولين يعني ما بنذكر أسماء، مع مستشارين وإعلاميين، يعني التليفونات أمران يعني مغلقة، ما المسجات ما بردوا، وبآخر اليوهر يعني أو آخر اللي زي ما بيحكوها آخر اليوم بيطلب مني ما حكى معي أو تليفوني كان مغلق أو ما بعرف، أو بيضطر هو يعني يصدر ثاني يوم بيان رسمي من جهته يبرر طب ليش ما رديت علي أو وضحت المعلومة. أنا كمهني وكصحفي إعلامي أعطيتك المجال إن أنقل الرأي والرأي الآخر. أنا كمان كصحفي عندي مصادري الخاصة وعندي كثير مصادر في كافة القطاعات اللي تقدر تزودني بالمعلومة اللي هي بالأدراج يعني، وتوقعات بشو بده يحدث بهالقرار اقتصادي أو شو في قرار اقتصادي راح يتم الإقدام. لكن أنا فعلا الشفافية كمؤسسة إعلامية رسمية احنا دائما نتهم بالشفافية، وهاي يمكن الجمهور كله بطلع الفكر يعني انه الموضوع يعني مشكلتنا احنا، المشكلة مش عندنا، مشكلة عندنا بنقص المعلومة دائما. أنا شخصيا نقص المعلومة هي بضطر أقدر أروح إلى مصادر أخرى غير الرسمية لأخذ أستقي معلوماتي منها، وآخرها يوم بينفي أو إنه بيحاول يعني إنه تهديد يعني إنه بشكوى معينة أو بالمتابعة القانونية. فإحنا جاهزين، ما في مشكلة إذا كان يعني إحنا تعدينا أو تجاوزنا المهنية اللي مطلوبة. هذا موضوع. موضوع الآخر يعني أهم شيء بنحب نحكي فيه عن الأستاذة كايد، وهي أتوقع أن هي المستشار أو ناطق الإعلام بالوكالة بمؤسسة استثمار أموال الضمان.
هي دائما يعني احنا دائما نبحث على المعلومه ونتواصل معكم انتم كمسؤولين بالاعلام، زودونا بالفكره، زودونا خلينا نطلع الجمهور. ليش ليش انتم بتخافوا عنا دائما في المعلومه؟ نضطر نروح لمصادر، المصادر هاي طبعا انا ما باخذ اي مصادر، المصادر هي مطلعه وموثوقه وثقات وذات خبره واسعه بهذا المجال اللي بحكي فيه اقتصاديا. يعني انا ما باخذ اي واحد بالشارع بشوفه انه تعال احكي لي عن اسعار النفط او تعال احكي لي عن البورصه او تعال احكي لي عن انه بدكم يعملوا قرار او ضريبه، لا انا اكيد هذا مصادري بتطلع ولديه وثائق ولديه معلومه هامه، لكن انتم الشفافيه مطلوبه من الجهات الرسميه. مشكلتنا في المعلومه مشكله كبيره واكثر شيء مشكله بنعاني فيها دائما كما اعيد واكرر نتهم بعدم ايصال هناك. لا انا لا ابرر عن بعض الصحفيين وخاصه في ظل الانتشار الفظيع الان الصحفي، يعني مع الاسف ان واقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الان اصبح كل من يملك تليفون بحكي انا اعلامي او صحفي. مؤسف هذا القرار، يعني انا هاي انا يجب التفريق ما بين الاعلامي والصحفي والناشط على مواقع التواصل. هاي كثير ناس ما بيميزوا بينها وما بفهموها. الصحفي هو الملتزم بالمعلومه، المسؤول عن الكلمه، المسؤول عن المعلومه التي يقدمها. هذا الصحفي المتابع من ضمن مؤسسه معينه ضمن تحترم الانظمه والقوانين، هذه كلها محددات مهمه جدا يجب ان لا تغفل. انا كحق المعلومه لابد ان احصل على حقي في المعلومه حتى ابين للجمهور ما هي الحقيقه، ما وين الوضع، احنا لوين رايحين، شو المشكله، شو اللي بنواجهه. مش انه بخبي راسي بالربل وبقول يا عمي ما في شيء ما في مشكل. انا هاي بالنسبه لي كتجربه شخصيه اكثر شيء وانا يعني بعاني منه هي عدم الحصول على المعلومه بس. وهذا بضطر كثير يعني اذا بترجع على مقالات وكذا انه وبعد اتصالات متكرره او حاولت الراي او مثلا اتصال ولم يتسنى لها الحصول على هذا. كثير دائما موجود في كثير من في التقارير الاقتصاديه اللي بعملها، يعني ما بردوا عليك شو بدك تعمل، يعني باخر اليوم انت يعني بدك تصل للمعلومه وتنشر شيء حقائق. فهاي مشكله كثير يعني بنواجهها. لا ننكر انه هناك في يعني ضعف في او شفافيه يعني محدوده معينه او حريه مقيده نوعا ما في بعض الامور الاقتصاديه، هذا لا ننكرها، ما حدا بينكرها لا اعلامي ولا صحفي. قد تمارس عليه بعض الضغوطات، قد تمارس عليه بعض يعني ما بعرف كيف يسموها، لكن هي يعني معلومات بحاجه الى انه الصحفي يكون خاصه الصحفي الاقتصادي. الاقتصاد الان يمس كافه جوانب الحياه الناس والمجتمع بقرارات اقتصاديه مهمه جدا بالضريبه باسعار المحروقات اسعار المواد الغذائيه، هاي كلها محددات مهمه تهم وتمس حياه المجتمع والمواطن. لابد ان نصل المعلومه ولابد ان نوفر المعلومه، احنا كمسؤولين ان نوفر هذه المعلومه. يعني الان الاوان نفهم انه يعني ما في شيء اليوم مخبى، السوشيال ميديا كل شيء بينتشر. انا اذا صحفي ما كتبت عن موضوع معين يمكن ينتشر على السوشيال ميديا ويكون له يلاقي صدى واسع واعلامي، وبالتالي يعني يفقدني انا كصحفي مصداقيتي ويفقد مؤسستي مصداقيتها. فاخر اليوم يعني زي ما شفت انتم كميه يمكن اللي بيحكوا عن الشفافيه ولا كذا، انه كصحفيين نتهم باننا لسنا شفافين في نقل المعلومه ولسنا صريحين في نقل المعلومه، هذه كلها مغالطات. لكن اذا توفرت المعلومه وكان دقيقين والتعاون من المسؤولين فهذا يخدم القضيه ويخدم القضيه الاقتصاديه بالذات اللي هي تهم وتمس كل المواطنين كل الشرائح المواطنين. وشكرا لك سيدي. اشكرك. اسمح لي استاذ فادي. تفضلي. انا والله صراحه بس بدي اعتذر منكم من المتابعين بالنيابه عن زميلنا الاستاذ الصحفي ابراهيم المبيضين اللي عم بحاول جاهدا انه يكون معنا في هذا الحوار، لكن لاسباب تقنيه حالت دون ذلك. عم بحاول حتى احكي معاه اذا عن طريق هيك الاتصال المباشر، يعني سمعنا منه وشاركنا اطراف الحديث لانه عم ببعث لنا رسائل حاليا. ان شاء الله خلال الجلسه اذا تمكن يعني بلكي قدرنا نسمع منه بعض يعني المشاركه. تفضل استاذ اثراء، حابين نسمع منك يعني تعليقك. احنا بصراحه يعني حابين جدا انه يكون موجود معنا، يعني للاسف يمكن حظنا اليوم ما كان مواتي انه نشوفه، وان شاء الله يقدر يكون موجود معنا خلال الجلسه. تعقيبا يعني انا بدي اكد على اللي تفضل فيه استاذ فتحي، وفي مسؤوليه ايضا يجب ان نكون احنا
يعني خلينا نقول متيقظين لها، إن كان بالإعلام، دور الإعلام بشكل عام. يعني الآن إلى حد ما الدور الإعلامي والعمل الإعلامي أصبح مبتذل إلى حد ما بسبب يعني مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. أفقد أحياناً، أفرغ شوي من المحتوى الإعلامي ومسؤولية الإعلامية للأشخاص الإعلاميين الذين يحترموا هذه المهنة تحديداً. يجب أن نكون مدركين أيضاً لخطورة العمل الإعلامي خاصة في الشأن الاقتصادي. أحياناً المعلومة الاقتصادية ممكن تغير يعني حياة إنسان. كيف؟ يعني أحياناً بعض المعلومات، يعني ما نستهين أحياناً ببعض المعلومات التي يتناولها الإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الشاشات، وأيضاً على بالصحافة المكتوبة. المعلومة الآن يعني لها قدرة ولها ثقل أهم من يعني سلاح نووي أحياناً. وجه الدولة، يعني سلوك الإنسان يعتمد على ما يعرف من معلومات، إحساسه بالأمان أو عدم الأمان، فهذا أكيد يتبعه أيضا ممارسات معينة. أحيانا النفسية، المستثمرين، السياحة، ما هي كلها مصادر دخل للدولة، كلها بتعتمد على العمل الإعلامي، على المرآة التي يرى فيها الشعب نفسه أو البلاد. كيف يعني ستعرف أي بلد ما هي محدداتها، ما هي أولوياتها، ما هي ثقافتها؟ من خلال المدرسة الإعلامية أو من خلال مؤسساتها الإعلامية. فبالتالي حرصنا على أي معلومة، هي ليس فقط موضوع شفافية، ليس فقط المعلومات موجودة عند أي إنسان على فكرة. يعني هي دائرة الإحصاءات العامة فيها الكثير من الأرقام، لكن ماذا يعني الرقم؟ هذا بحد ذاته يحتاج إلى إنسان متخصص ويعي فعلا ماذا يفعل، وما هي المعلومة التي ممكن أن يقدمها ويراقب على صاحب القرار عليها. فبالتالي يعني المعلومة والكلام ليس فقط هيك جزافا. المادة الصحفية ممكن اللي بيكتبها أستاذ فتحي، واللي ممكن يقعد بالساعات في تحليل الأرقام وترجمتها وماذا تعني وما هي توجهات، ما هي هذا عمل ومجهود له مغزى وله هدف، ممكن أن يستفيد منه صاحب القرار حتى يعكس ماذا يحصل في الشارع. وأيضا ممكن هذه المعلومات يفهم منها المواطن ما هي الاستراتيجية التي يقيم عليها صاحب القرار. فبالتالي حرصنا دائما على الاقتصاد، هو اقتصاد اجتماعي واقتصاد نفسي واقتصاد ثقافي. هناك معايير كثيرة تحكم الاقتصاد وماذا يحدث في الاقتصاد وما هي الأرقام وما هي معناها. فبالتالي التعميمات دائما، يعني أنا مش ضد، بالعكس، يعني في كثير من الأشياء اللي تفضوا فيها الأساتذة تعقيبا على العمل الإعلامي، أكيد إحنا ما لا نقول إنه الوضع والمعلومات متاحة دائما، ولا إنه الشفافية يعني دائما في بنفس المقدار، ولا إنه منعيش بحياة وردية زي ما بيقولوا قمر وربيع كما يقال، ولكن هناك محاولات دائما للوصول لما هو مهم، لتسليط الضوء على الأشياء المهمة. ولكن بالنهاية هي أمور متكاملة. يعني التعميمات دائما هدول ما بيعرفوا يشتغلوا، أو هدول هذا القطاع كذا، أو هذا الاستثمار كذا، أو هذا الاستثمار ليش. وعندنا مشكلة كمان إنه أصحاب الخبرة دائما شحيحين في توصيل معلومات معينة. الاقتصاد الحقيقي هو الذي يجب أنا كإعلامية أن أفهم منه ماذا تعني هذه المعلومة، هو الذي يقف في المنتصف بين المواطن الذي أنا أمثله مثلا كإعلامية. أنا يعني إذا ما كنت أنا إعلامية أمتلك أدوات معينة وأريد أن أستفهم من صاحب القرار ماذا يعني هذا الموضوع، إذا أنا كنت فاهمة اقتصاديا كل الأمور وكل المؤشرات، فممكن أني أتوقع أنه المواطن سيكون فاهم مثلي مثله. لكن أنا إذا قدرت أفهم سأستطيع أن أفهم أو أن أوصل المعلومة للمواطن الذي بالنهاية ثقافات مختلفة وبيئات مختلفة، كل إنسان من حقه أن يفهم. أنا يجب أن أكون في المكان المناسب، أستقي المعلومة من المكان المناسب. هناك خبراء ومتخصصين يستطيعون أن يوصلوا، يعني هناك يعني أخلاقيات يجب من خلالها إني أعتمد عليها لكل إنسان في مجال معين إنه يوصل لي المعلومة. الاقتصادي اللي يستطيع أن يفهم كل المعلومات هو اللي يجب أن يعني إنه يفهمني.
هل هذه الاستراتيجية صحيحة؟ هل سنصل إلى هذا الهدف بهذه الاستراتيجية؟ الهدف الذي يريد المواطن كذا، والاستراتيجية ستوصلني إلى كذا، هل هذه الاستراتيجية ستحقق لي هذا الهدف؟ أنا دوري كإعلامي أن أتحقق من هذا وأتحقق من هذا حتى أوصل المعلومة للمواطن. ولكن موضوع مجلس النواب والمناقشة بموضوع الموازنة، يمكن أنا لا أنتظر من كل النواب أن يفهموا بالاقتصاد، ولكن أنتظر من اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية أن يكون أصحاب قرار في هذا الموضوع. أنا من حقي كمان أني أراجع المواطن، أنه الإنسان اللي اخترته حتى يكون تحت القبة، هل شفت إذا هو إنسان قادر على أنه يناقش الموازنة، موازنتك خلال السنة؟ هل هو قادر على أنه يسلط الضوء على همومك أنت كمواطن؟ هون كان دورك أنت كمواطن في توصيل هذا النائب إلى مجلس النواب. فبالتالي يفرز مجلس النواب بعض الأشخاص اللي عندهم خبرة اجتماعية، بعض الأشخاص الذين يمتلكون خبرة أيضا في المجال الاقتصادي، وبعض الأشخاص الذين يمتلكون خبرات أكثر من غيرهم يمكن في الشأن السياسي. هذا التوازن الذي أنا أنتظر كان من المواطن أن يفرز لي في مجلس النواب، حتى أنا كإعلامية لما بدي أبحث عن نائب معين وأناقشه في موضوع الموازنة أنه سيستطيع أن يجيبني. فبالنهاية كلنا لنا دور في هذا الموضوع، الدور ليس فقط على الإعلام وليس فقط على النواب، أيضا المواطن له دور لا يجب أن يتخلى عنه ومسؤولية يجب أن يكون مدركها. ما تفضلت فيه يعني زميلتنا إسراء مقدر، وهو كلام يعني مهني وجيد، لكن بدي أكده أنه يعني بالنسبة لموضوع المعلومة، نعم بنواجه شح في كثير من مصادر المعلومات. هذا لا ينفي أنه المسؤول قد يكون على حق هناك، في خاصة في ظل وجود السوشيال ميديا والدخلاء، أنا بدي أعتبرهم دخلاء على المهنة، والإعلام والصحافة هي مهنة أولاً عن آخر، كالطبيب كالمحامي كالمهندس فهي مهنة. يعني هؤلاء قد يذهبوا إلى عنصر الابتزاز، ابتزاز هذا المسؤول أو ابتزاز هذه الشركة أو كذا بمقايضة، يعني هاي موجود، يعني لا أحد ينكره. هم هؤلاء يعني ليسوا صحفيين أو يدعون أنهم صحفيين أو إعلاميين، يعني بخلال صفحات على التواصل الاجتماعي أو يكونوا يعملوا ببعض المواقع أو كذا، بعض المواقع، وليس هناك أشخاص محترمين لهم كل احترام والتقدير. هذا يسيء لكل صحفي وإعلامي يعني بصراحة، والمسؤول قد يكون على حق، لكن يجب أن نميز أن هناك مؤسسات محترمة ولها مندوبين وصحفيين وإعلاميين محترمين ومقدرين وأصحاب خبرة ودراية، وبين هؤلاء الناشطين أو النشطاء اللي هم يعني قد يكون بعضهم مبتز يعني هاي المسؤول أو الشركات أو المؤسسات اللي بيحاول يبتزها في موضوع. هذا الأمر مرفوض يعني، وينافي أخلاقيات العمل المهني ومهنية العمل الصحفي، فهو منافي يعني تمام، نرفضه. ونأكد أنه إحنا دائما متوازنين في طرحنا، دائما نحن مع الوطن، مع القضايا الوطنية في إبرازها، في دعم الاستثمار. قرار الاستثمار هو مرتبط بالقرار الاقتصادي دائما، يعني بالإعلام، بحالة البلد، قرار بشكل بأمن البلد، بالحالة الاجتماعية للمواطنين، بكل جوانب الحياة للجمهور، هو مرتبط ومترابط مع بعض. يعزز يعني إذا في حادثة بسيطة يعني ممكن حدثت أنه ممكن تعكر صفو الاستثمار وتسيء إلى الاستثمار ويؤدي إلى سحب استثمارات أو إلى منع، إذا كان في هناك استثمارات قادمة قد تراجع تعود عن هذا القرار بالاستثمار في الأردن، وهذا نرفضه تماما. نحن مع أمن البلد، أمن الوطن الاقتصادي ودعم الاستثمار فيه، ولكن هناك في بعض بالجانب الآخر بدي أحكي أنه في بعض المسؤولين مرتجفين خائفين، بخافوا بالصحفي، لا بعرف ليش بخاف بالصحفي ليش والإعلام، وهو إنسان بحكي لك بكل احترام بده معلومة، قدم له معلومة حتى ما يكون في مجال للشائعات، انتشار الشائعات وما يصيب من بيشوفها من كل يوم إشاعة عن راتب فلان أو كذا، كله لأنه إيش ضعف المعلومة. الشفافية مطلوبة حتى نقضي على الشائعات واللي أثرت كثير على قضايا كثير ونواحي كثير خاصة بالاقتصاد والاستثمار. شكرا أخي فادي. العفو العفو أخي فتحي، أنا صراحة عم بحاول جاهدا إنه إبراهيم يدخل معانا على نقاش أخونا إبراهيم.
الكريم عم بيبعث يعني، ويعني بعتذر بالنيابة عنه وللمشاهدين ومتابعينه اللي عم بيطالبوا انه يدخل على الحوار بشكل، فعم بحاول ابتكر انا من عندي من هون باي شكل من الاشكال اني ادخل ونسمع من الاستاذ ابراهيم ولو تعليق بسيط. فاذا بتتحملوني ثواني استاذ ابراهيم معي على الخط حاليا. انا بصراحه مش عارفه اذا عم استاذ فتحي للاسف عم انا عم بسمع استاذ فتحي ب يعني دبل، ما بعرف اذا المشكله عندي لحالي ولا عم بسمع الصوت وصدى الصوت، مش عارفه اذا ممكن لانه عم بحاول اكون مركزه ما هلا هلا مش عارفه اذا المشكله من عندي اذا عم نحكي تقنيا. بس عبين ما استاذ فادي هلا من الاستاذ يحل المشكلة التقنية. أنا بصراحة بدي أكد على فكرة يعني بالضبط، خاصة في موضوع التعاطي مع المسؤولين، وأنا يعني مع احترامي للجميع بحس أنه لازلنا ثقافة الحوار الإعلامي أو أنه يكون المسؤول هو قادر على تقديم نفسه إعلامياً لا يزال هناك عندنا مشكلة كبيرة فيها. عندنا مشكلة في التعاطي مع الإعلام وكأنه بعبع أحياناً، فوبيا، وكأنه يعني إحنا عم نشتغل ضد فوبيا. فوبيا مع العلم يعني أنه بالنهاية إحنا لا نشكك بأنه أي إنسان هو هدفه أنه يعمل، ولكن بخاف يمكن أحياناً المسؤول أن يكون مادة دسمة للانتقاد، أن يكون مادة دسمة يمكن تعاطينا إحنا بشكل عام مع الأمور فيها نوع من الاستخفاف، ممكن ما بعرف يعني لكل منهم أسلوب، ويمكن فكرة المعلومة كيف ستوظف. أنا بدي أحط النية الحسنة دائما في الموضوع، لكن المهارة يعني أي مسؤول في مهارة في التعاطي مع الإعلام يجب أن يمتلكها أيضا، على جانب أنه يكون إنسان ناجح في مجال عمله أو في القطاع الذي يعمل فيه أو ضمن أو تحت مسؤوليته. كيف ممكن أن يقدم هذا القطاع أو هذه المؤسسة أو هذه الوزارة بالنهاية ضمن مسؤولية هذا الإنسان أو هذا الشخص أن يستعرض هذا العمل مع الإعلام، لأنه هذا حق الإعلام بالمعرفة وحق المواطن. التعاطي الإعلامي يعني أنا كمسؤول يجب أن أدرك فعلياً أنه من ضمن مسؤولياتي أنا أتحمل هذا الجزء، حتى لو كان مش على هواي دائماً، حتى لو كان التعاطي مع الموضوع ليس دائماً هو داعم. الدعم موجود، ولكن حتى نقاشي معك وانتقادي معك هو داعم لإلك. أنا أن أعطيك الفرصة وأعطيك هذا المنبر حتى تستطيع أن تتحدث، حتى تستطيع أن تشرح، حتى تستطيع يعني أنا مش فاهمة وين المشكلة دائماً أنه لازم نتعاطى مع النتيجة النهائية. طب أنا بدي أكون موجودة في سلسلة اتخاذ القرار، وين المشكلة؟ ليش ما يكون في عصف ذهني مجتمعي في المواضيع؟ يعني ليش دائماً الاحتكار احتكار أنه هاي هي النتيجة النهائية؟ هل ليس لأنه لدينا ثقة مثلاً في تعاطي المجتمع معه؟ هل منخاف مثلاً أنه تعاطي الإعلام سيفرغه من محتوى اللي هو مثلاً أكبر؟ هل فكرة أن يكون على نطاق واسع سيكون عرضة لعدم التنفيذ؟ هل هناك خوف لما بعد هذا القرار؟ لأنه دائما إحنا في الأردن في عنا مرحلة القرار وامتصاص ما بعد القرار ونسيان أي إشي رح يصير، يعني عنا كمان ذاكرة سمك إن كان مجتمعيا أحيانا، ويعني خلينا نقول نحكي اللي إلنا واللي علينا يعني. صحيح، ننسى بسرعة. تمام، أشكرك أستاذ إسراء ودكتور فتحي لكلامكم الجميل. قبل أن ننتقل لأخونا أستاذ إبراهيم، هناك تعليق لازم أقرأه من صديقنا الأستاذ مراد عبد الحليم، وهو المسؤول الإعلامي أيضا في دائرة الموازنة العامة الأردنية، ويقول إذا صحيح، أنا عم بقرأ صحيح: يوجد ضعف كبير بين إخواننا الصحفيين مع احترامي الكبير لهم، خاصة بالتعامل مع الجهات الحكومية بالذات وزارة المالية تحديدا، يمكن بسبب عدم إلمام الصحفي. أعتقد هذا الجانب اللي غطيناه الآن وتحدثنا عنه وأجبنا عليه. أخونا إبراهيم المبيضين، يعني حالة
التكنولوجيا من أن تكون معنا صورة لكن قلبا معنا سيدي وصوتا الآن، فالحديث لك. أتأثر كثير من المتابعين وأتأثر من زميلتي إسراء وزميلي الدكتور فتحي اللي ما شاء الله كفوا ووفوا، وكنت حابب أشارككم بشكل مرئي لكن للأسف أنت تابعت معي أول بأول طالي ساعة صحيح مش عم تتمكن من ما بعرف يعني رغم تعدد الأجهزة يعني أنا قدامي 4-5 أجهزة. أنا صراحة سادي ما بدي أطول عليكم في بعض النقاط وهي اعتبروها خواطر أو ملاحظات حاب أشارككم فيها من خبرة متواضعة، ما بدي أحكي بشكل أكاديمي وما بدي أحكي بشكل خلينا نشكي رسمي، بدي أحكي بكل بساطة. أول شيء بدي أحكي عن الإعلام بشكل عام. الإعلام حتى لو أرجعنا الكلمة إلى جذرها هي أعلم بمعنى أخبر وأساد، والإنسان لا يخبر ولا يفيد إلا بما هو جديد. إذن مسؤوليتنا بالإعلام بشكل عام اقتصادي ولا غير اقتصادي أن نقدم كل ما هو جديد للقارئ للمستمع جوال حتى الصحافة ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها. الخاطرة الثالثة عن الإعلام الاقتصادي، أنا عندي قناعة تامة أخوي فادي بأن التخصص دائما هو سر نجاح بكل الأعمال ليس فقط في الصحافة. الخبر الاقتصادي خبر جاد، يعني تاريخيا خبر جاد وخبر صعب، صعب على الصحفي وصعب على المتلقي أو القارئ. ولذلك قبل تسعينيات القرن الماضي كان الناس يبتعدوا عن الخبر الاقتصادي، حتى الخبر الاقتصادي لما كان يمر بنشرة الأخبار تلاقيهم يعدوا عنه. لكن مع تطور وسائل التواصل اللي بدأتها بالأردن نيات القرن الماضي جريد اسمها أسواق، ما قبل الأسواق ما قبل التسعينات كانت الصحف شامل دخلت الأسواق وتخصصت نوعا ما في الجانب الاقتصادي، وبعدها وسائل الإعلام والصحف ووسائل الإعلام المرئي أيضا تنبهت أن هنالك سوق وهنالك جانب يجب أن يتم التخصص به، وبدأ التطور شيئا فشيئا حتى دخل الإنترنت والإعلام الإلكتروني وما يسمى حاليا ما يسمى بإعلام الموبايل. لكن يبقى لوسائل الإعلام الأساسية خلينا نشكي طريقها. التخصص جدا مهم، التخصص لأنه يدخلك دائما على التفاصيل، بمكنك أنك تقدم الجديد، بمكنك أنك خبر جاد وخبر صعب. ثانيا تحت هذه النقطة صراحة الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات الاقتصادية المحلية وخصوصا بعد مرحلة ثورات الربيع العربي بدأوا الناس يتقربوا من الخبر الاقتصادي ثاني. صارت الحد
تقرر الخبر الاقتصادي من الناس، وبالتالي هنا مسؤولية على الصحفي المتخصص في الجانب الاقتصادي أن يبسط هذا الخبر، لأنه دائما الخبر الاقتصادي فيه أرقام وفيه مصطلحات غريبة أو مصطلحات العصر صعبة. هذول الشغلتين المفروض الصحفي يبسطهم ويوصلهم للقارئ بطريقة بسيطة، وهذا ما بدأ العمل عليه يعني من قبل المؤسسات الصحفية في مطلع الألفين وبعد الألفين. آخر خاطر حاب يعني أحكي عنها اللي هو موضوع أنسنة الاقتصاد أو أنسنة الخبر الاقتصادي. بمعنى إيش؟ دائما الخبر الاقتصادي، وهذا أنا من فكرة، لازم نربطه بحياة الناس، لازم نقربه من المشاكل، من التحديات اللي بيعيشوها الناس، لازم نكتبه بطابع إنساني. وأخيرا الجانب اللي أنا كمان بعد الاقتصاد وبعد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا تخصصت في موضوع ريادة الأعمال، اللي بقول لك الشباب الصغار ما تقرأوا غلطان، الشباب والكبار والصغار متى ما انت وفرت لهم محتوى مفيد ومحتوى جاد صدقني يفيد لهم بقدر. وريادة الأعمال هي صورة طلعت من 10 سنوات لكنها هي في مفهوم موجود في الأردن وفي العالم من قبل هاي العشر سنوات. اللي وقع على هذا الموضوع هي بيعة موقع مكتوب وهو مشروع ريادي أردني لشركة يهود عالمية. هذا وقع إنه هذول الشباب الصغار ممكن يطلعوا بأفكار وممكن يطلعوا بمشاريع يمكن أن تسهم بالاقتصاد. هون أنا كمان عدا عن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وعدا عن الاقتصاد بشكل عام تخصصت في هذا الجانب، وجدت انه متى ما انت بتوفر محتوى مفيد لهؤلاء الشباب وهي الشريحه من الناس وقديش هاي المشاريع ممكن انها تساهم بالاقتصاد الناس بتقرا. اخر شيء معلش الافكار قاعده، اخر شيء تفضل. دائما يوجه الي انتقاد وللناس اللي تكتب عن الشباب وعن المشاريع الرياديه انه لانه الاعلام خطير والاعلام بنفخ، انه انت ابراهيم او يا غيرك من الصحفيين الزملاء المحترمين اللي بيكتبوا عن رياده الاعمال، انت بتنفخ المصطلح اللي او بتلمع المصطلح اللي بيستخدمه الناس. انا افخر ان المع شاب اردني عنده فكره حتى لو كانت فكره، لانه بقول لك انت هذول تصدمهم، يعني انت بتكتب عنهم وتنفخهم وفي الاخر مشروعه بيفشل. اصلا المشاريع الرياديه الاصل فيها انها تفشل عالميا، لا ينجح من المشاريع الرياديه الا 10% في امريكا، في السيليكون فالي، في 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 بريطانيا، في 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 اوكرانيا، في في وهي كلها دول اختلف بالرياديين، لا ينجح الا 10%. ليش انا عم بسوي هيك؟ وليش كمان انا عملت مشروع اعلامي اسمه هاشتاج عربي اطلق بال 2014؟ من شغلتين فادي. اولا انت عندما تلمع شاب او تكتب عن فكرته، انت مش شرط انه ينجح بهذه الفكره، انت ممكن يفشل بهذه الفكره لكن راح يضل يحاول وراح يضل بالحلم والاطار اللي هو عليه. من الشغله الثانيه، انت لما تكتب وتلمع شاب ريادي هناك ما يسمى بالغيره الايجابيه. يعني انا كثير ناس لما اكتب عن فكره رياديه او عن شاب ريادي كثير ناس بيبعثني ابراهيم انا عندي فكره الفلانيه، ابراهيم انا راح اعمل المشروع الفلاني، وبالتالي انا ركزت على هذا الجانب لانه المشاريع الرياديه هي اللي راح تنفذ الاقتصاد باعتقادي، المشاريع الصغيره والمتوسطه هي اللي راح تنفذ الاقتصاد. وانا اسف يعني في خواطر كثير وفي ملاحظات كثيره، ابدا ابدا. اشكرك الاعلامي والصحفي الاستاذ ابراهيم البيضين لهذه يعني المشاركه، وبالعكس يعني سامحنا انه لم يكن هناك مجال، يعني خانتنا التكنولوجيا هذه المره ان لا تكون معنا. هاي بتقريرك الجديد يمكن تحطها احدى العوائق والتحديات، لانه احنا كنا
تفضل. بدي احكي لبعض الناس او المتعارف عليه انه الصحفي بخاف، الصحفي بهاب، الصحفي ما بيقدر يكتب. انا اليوم ناشر تقرير بصحيفه الغد عن الحكومه الالكترونيه وعن التحول الرقمي، تقرير مهني يتناول كل الجوانب. الصحفي يستطيع ان يكتب في مساحه حريه كبيره، الصحفي يستطيع ان ينتقد ويكتب. انا اليوم حتى العنوان كان مثير، صحيح جاني اتصالات كثيره عليه. لا الصحفي، وبسطت الامور قدر الامكان، لانه زي ما حكيت شادي الاقتصادي وصناعات الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ورياده الاعمال يجب ان نبسطها ويجب ان نؤنسها، يعني لازم نربطها بالانسان. لذلك انا في بدايه الموضوع وصفت مشهد الطوابير، وصفت مشهد الخدمه الالكترونيه غير المكتمله، فسرتها للناس. هذا اللي لازم نشتغل عليه كصحفيين، انه نبسط الخبر الاقتصادي، نأنسن ونقربه من الناس. ومسؤوليه المتلقي انه يختار وسائل الاعلام الموثوقه. وبرجع باكد اخر شيء انه وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسائل اعلام. هي أدوات يا جماعة بس. يا سيدي يعطيك العافية، إحنا وجهة نظرك واصلة يعني، وأنا متأكد أن العديد هناك يجمع على، طبعاً بدنا نحكي سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي، هل هي منابر إعلامية أم لا؟ هل هي جزء من العمل الصحفي والإعلامي أم لا؟ هل هي فقط منصة لعرض العمل الصحفي والإعلامي والنشر والتواصل والانتشار أكثر منه؟ أدوات. بدي أسألك سؤال فادي. تفضل. هل يستطيع من بديش أنا يعني أكون سلبي كثير، من يكتب منشورا على صفحة الفيسبوك ينقل من خلاله خبر، إنك تناديه فادي وتقول له اكتب لي قصة إخبارية مكتملة؟ لن يستطيع. طيب. ممكن تنقل مشهد بالشارع يمثل خبر، خبر صحفي، لكن او ما يسمى، انا حتى كمان عندي تحفظ على مصطلح المواطن الصحفي. لا، المواطن استخدم اداه لنقل صوره، لكن هو يكتب، يستطيع ان يكتب قصه اخباريه مكتمله ثم نقل هذه الصوره اللي بتمثل جانب واحد، اسراء في جانب اختنا، اسراء في جانب الاعلام الملف. هل بيعرف الناس قديش هي بالخلفية قبل ما يطلع الحلقة أو البرنامج؟ شغلة أخيرة ذكرت فادي في سياق الحديث، إنه الناس تعتقد إنه الصحفي مجرد إنه أو مهمته الرئيسية هي الكتابة، هذا مغلوط. الصحفي يجب أن يمتلك ثلاثة مهارات فادي. أولاً يجب أولاً أن ينتج الأفكار، وهي فيها نوع من الإبداع. ثانياً قضية إني أجيد المعلومة بعد الفكرة، إني بدي أبلش أجيد المعلومة، وهي مهارة ثانية. وآخر مهارة تيجي مهارة الكتابة، تقديم في حالة أخت إسراء. فالناس بتفكر إن الصحفي شخص عنده علاقاته، تجيها المعلومة على التليفون بدبها زي ما هي، هذا حكي مغلوط. هنالك مؤسسية، هنالك اجتماعات صباحية، يجب أن يكون لديك في قطاعك الذي تكتب فيه أو تقدم فيه أفكارا يومية، وبعدين بصير جلب المعلومة من مصادرها والتأكد منها، ومن ثم يأتي موضوع الكتابة أو التقدير. الناس بتفكر أن الصحفي فقط يكتب أو يقدم، وهذا شيء مغلوط كمان. جميل 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 أستاذ إبراهيم، يعني كلامك جميل. وإذا بتسمح لي أن أبدأ من حيث انتهيت بسؤالي لزميلتنا الأستاذة إسراء بشات بموضوع العمل المؤسسي، تفضلت أن هناك مؤسسة، تمام؟ رأيك أستاذة إسراء كإعلامية صاحبة برامج ومقدمة برامج، وأيضا هناك إعداد وهناك طواقم، نحن كجمهور قد لا نعي ماذا يحدث في المؤسسة وما هناك من عمل مؤسسي قبل أن تخرج المعلومة، إن كانت على الإعلام المرئي أو الإعلام المقروء، ونقرأ هذا المقال في الجريدة أو نتابع هذا البرنامج على الشاشة. أنتم في قناة المملكة وهذه القناة الحديثة
والأصيلة وصاحبة الفكر والأثر الإيجابي الكبير والمهنية والمؤسسية في عملكم وتجربتك الشخصية. كيف ترين المأسسة والعمل المؤسسي ما خلف الكواليس ودورك في هذه العمل المؤسسي؟ كيف ممكن تحدثين عن هذه الرحلة؟ حديث لك. يعني بالتأكيد أستاذ فادي بالبداية أي منتج بده يطلع إن كان من خلال برنامج أو إن كان من خلال مقال أو غيرها لا يخرج بجهد شخص واحد. يجب أن ندرك فعلياً أنه كل معلومة تصل أو كل منتج يصل بالنهاية إلى المواطن هو عمل فريق كامل. بالتأكيد سيكون ممنهج. هلأ جودة المنتج يعتمد على جودة هذا الفريق، جودة هذا الفريق يعتمد على مدى مهنية هذا المؤسسة وقدرتها على أن يكون هناك منهجية واضحة للعمل ومهنية واضحة. للأسف أن ثقافة العمل المؤسسي وثقافة الفريق غائبة شوي عن المجتمع العربية، بديش أحكي، ولكن يعني هناك تحديات كبيرة إن كان بثقافتنا نحن كأشخاص أو حتى بثقافتنا المجتمعية على نطاقات مختلفة. فكرة الوظيفة، العمل الإعلامي لا يندرج تحت كل هذه المسميات وهذه التحديات، لأنه العمل الإعلامي هو عمل إبداعي بالنهاية. العمل الإبداعي يحتاج لطاقات كبيرة جدا. ما تروه على الشاشة أو ما تقرؤوه على بالصحف مثلا هو عمل إبداعي يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى مجهود يستطيع الإنسان من خلاله أن يختزل كل المهارات التي لديه حتى يقدم هذه المعلومة بأفضل صورة. هناك فريق من وراء أيضا استتار يعمل من أجل أن يقدم لك مثلا هذه المعلومة بشكل معين، برسم معين، بإطار معين، بهيكلية معينة. فالعمل الإعلامي تحتاج من الشخص إلى مجهود مضاعف، لأنه يجب أن يكون عمل إبداعي يصل. يعني فكرة الإعلام هي مبنية على بالنهاية تحسس لهمك، تحسس للغتك أنت كمواطن. أنا لا أستطيع أن أأتي بالمعلومة زي ما حكى أستاذ إبراهيم وهيك أدب المعلومة، إن كان من بعد تلفزيونيا أو حتى من ناحية صحافة مكتوبة أو عبر الإذاعات أو غيرها. بالنهاية أنا يجب أن أعالج لك الخبر حتى تستطيع أن تتقبله، تهضمه، تستوعبه، فبالتالي تستخدمه في حياتك ويكون لك ردة فعل أنت مثلا كمواطن أو كمتلقي. فما تروا يعني مثل ما يقال السهل الممتنع. أحيانا ممكن تكون معلومات بسيطة، برنامج بسيط، مقالة بسيطة متقنة، ولكنها تحتاج إلى مجهود كبير جدا. فبالنهاية جودة المنتج تعكس لك جودة العمل، مهنية ما يقدم وما يطرح تعكس لك بالنهاية هذا العمل. أي ثغرات موجودة في هذا الموضوع سيكون واضح في المنتج النهائي. ويمكن هاي مشكلتنا الأساسية في العالم العربي أو واحدة من المشاكل عادة، أنه نسعى كمان كل شيء، التقييم يكون على أساس النموذجية والمثالية. أي مكان تعمل به أكيد بحاجة إلى وقت، حتى يعني مثلا كقناة المملكة، أنا هاي القناة بعتز فيها وبعتبرها أنه هي بيتي لأني كبرت فيها وأعتبر نفسي أنه أنا يعني بنت المملكة. أكيد المملكة لن تخرج من اليوم الأول كما هي الآن بعد سنتين. أكيد الأشخاص الموجودين فيها أشخاص يتطورون مع العمل الإعلامي، مع المستوى الذي يجب أن يصلوا إليه، مع الهدف الذي وضعوه أمام أعينهم. فبالتأكيد تحدث بين فينة وأخرى هفوات، أحياناً أغلاط، أحياناً كذا، ولكن بالنهاية إذا كان هناك منحنى تصاعدي معناته أنه هناك جهد، هناك استراتيجية، هناك هدف. يعني بتمنى شو ما كانت مؤسساتنا بشكل عام، أكيد مش كلها مؤسسات مثالية ونموذجية، ولكن بطمح بالنهاية أن نؤمن بالمكان، أن نؤمن بما نقوم به، أن نؤمن نحن كإعلاميين بدورنا، أن يكون حتى يعني العمل الإعلامي أو مثل ما يقال
يعني المكان الإعلامي أو الوسط الإعلامي هو وسط متناغم حتى لو كان فيه منافسة، ولكن أؤمن بدورك وأقدر دورك وأحترمه. من الجميل أن تقدر دوري، أن تحترم اختلافي في تقديم ما نسعى لتقديمه. فنحن بحاجة إلى توعية ثقافتنا، يعني بشكل عام توعية ثقافتنا بدوري وبدورك وبتكامليتنا بتفاعلنا الإيجابي بهذا الصراع بهذا الاحتدام، هذا الذي سيخلق شيء نستند عليه من أجل أن نكون أفضل. لو ما في هذا الشيء موجود لن نستطيع أن نتقدم ولا خطوة، رح نضلنا نتصارع مكان ما إحنا وسنقف مكان ما إحنا. فبالنهاية أن نرى الكمية الممتلئة أو ما هو ممتلئ من الكأس هي ليست يعني طرف، يعني دائما بيقولوا لي إنه إسراء أنت إيجابية دائما في التعاطي مع الأشياء، وإسراء يعني الحياة ليست بهذه الطريقة. لا، أنا أستطيع أن أرى ما أريد أن أرى وأبني عليه. بالنهاية أنا أستطيع أن أرى كل ما هو سيء أيضا، وأستطيع أن أرى كل ما هو ناقص، لكن أريد أن أغذي هذا الموضوع هو مادة الدسمة حتى أستطيع أن أحول هذا الشيء إلى قيمة مضافة لأدينج فاليو زي ما بيقولوا. فهو حسب المصنع، شو المصنع تبعي؟ مصنع بيقدم المنتج الإيجابي، مدخلاته ممكن يكون فيها بلاوي يعني من السلبية ومدخلات من الحاجة والإحساس إنه وين حتى نوصل لمراحل معينة، لكن المصنع يستطيع أن يخرج لك شيء من لا شيء. وإحنا بلد في الأردن تحديدا نحن نخرج شيء من لا شيء تحديدا. يعني كل زملائي أحيانا وبقدم لهم تحية بقناة المملكة، يمكن هدول عيلتي لأني أنا ما بعرف للأسف في الوسط الإعلامي الكثير من الناس. هلأ من جديد يعني بلشت أني يعني يكون لي علاقات أعتز فيها جدا في المجال الإعلامي، يعني بيقولوا في الأردن فعليا في اشياء بتصير بقدرة قادر، الناس بصير عندها طاقة بقدرة قادر. يمكن في ليس هناك منطق لكل الاشياء، ولكن هناك بذرة لكل شيء. ماذا نستطيع ان نسقي هذه البذرة؟ سيخرج لنا المنتج. فاحنا بحاجة ان نحط ايدينا على كل خلل موجود. وعلى فكرة بما ان حكينا عنه يعني ما بدي اطول عليكم كثير، ولكن العمل الاقتصادي او الصحافة الاقتصادية فعليا يجب انه ندرك انه في اقتصاد اجتماعي، في اقتصاد ثقافي، الدور في الاضاءة على الرياديين. يعني الثروة الان هي فكرة، الثروة الان ليس الذهب وليس النفط وليس اي شيء اخر، الان الفكرة هي اللي صنعت كل العمالقة الموجودين بالفيسبوك، المواقع التواصل الاجتماعي، تسلا، يعني كل العمالقة الاقتصاد في العالم هي بدأت بفكرة. فهون المنجم، يجب أن نؤمن بقدرتنا على يعني إنتاج الذهب مثل ما يقال، وأنا دوري الإضاءة على هذا الموضوع لأني أنا بتحكم بالسلوك، سلوك الفرد. أنا واجبي كمان كإعلامية، ولا أريد يعني أني أخوض في هذا الموضوع كتير، ولكن أنا دوري كمان أن أرتقي بالذوق العام، أنا دوري أن أوجه الفكر، أنا دوري أن أثقف. دائما بيقولوا الدور الإعلامي يمكن في بعض الناس يقتصر على أن يكون مرآة للواقع، ولكن لا، بالنسبة لي أنا دوري كمان أن أحفز اقتصاديا، وأنا دوري أن ألقي الضوء أو أسلط الضوء على الأشخاص الذين يستطيعوا أن ينهضوا باقتصادنا فعليا. وهذا الدور التفاعلي يجب أن أكون فيه موجودة، وهذا الرقابي يجب أن يكون لي دور آخر، والسلوك يجب أن أتحكم كمان أو يكون لي دور بسلوك الأفراد، وأن أوجه سلوك الفرد تجاه رفاهية أكثر وجودة حياة أفضل. فبالنهاية هون الاقتصاد بيمشي على أني أنا كيف أطور من نفسي، كيف أطور من حياتي، وكيف أوصل لحالة الرفاهية. الرفاهية هي التي تخلق الاقتصاد وليس العوز والحاجة يعني. فهي مزيج من كل شيء. وأسف أني طولت عليكم. أبداً، أما يعني أحسنتي وأبدعتي الوصف والكلام أستاذة إسراء، وليس بالغريب عليك وشهادة جمهورك يعني اللي عم بيعلق معنا الأستاذة إسراء مثال للإعلام الأردني المتميز أشرف البرادكة، وأنت تقومين فعلا بنشر المعرفة والفكر وترك الأثر أيضا وسلاسة بإيصال المعلومة وتثقيف المجتمع من خلال ما تقومين به من منبرك، إما ببرنامج الأحد الاقتصادي
وايضا يعني بمواضيع شموليه اكثر وتوسع اكثر من خلال صباح المملكه، هذا البرنامج الجميل اللي يعني عم يستضيف العديد من الشباب والشابات المواطنين على مختلف يعني اطيافهم ومن مختلف القطاعات، فتقومين بتوفير منبر جميل واعلامي لتسليط الضوء على ما يقوم به شبابنا الاردني بحديثنا عن الرياده ورياده الاعمال، وايضا نشر المعرفه والتثقيف في التعليم، في الطفوله، في الامومه، في الاقتصاد، في المواضيع الاداريه والماليه والمجتمعيه والثقافيه. من يتابع صباح المملكه ويستمع لك يا استاذه اسراء اعتقد يعني سيستمتع بالتثقيف والوعي الذي يستقيه من هذه القناه المحترمه. اتمنى فعلا ان اكون قيمه مضافه لهذا البلد وللاعلام ويعني للنساء بشكل عام، عشان بديش اكون عنصريه، ولكن انا مبسوطه كإعلام أن يكون في عنا أيضا نساء يتحدثون بلغة الاقتصاد ولغة الأرقام، ويمكن هذا ما جذبني أكثر لهذا الموضوع. فأنا بدي أشكركم على هاي الفرصة فعليا، وبقدر دائما التغذية الراجعة اللي أنا بكون سعيدة فيها جدا. أشكرك جدا لوجودك معنا سيدتي، وهذا الموضوع يعني قبل أن نختم في يعني جملة أخيرة من كل الضيوف الكرام، وقبل أن نستمع إلى زميلنا أستاذ إسراء، تحديداً موضوع أنت كإعلامية كامرأة وأيضاً في المجال الاقتصادي، وتحدثنا سابقاً أن هناك يعني قد يكون قلة من الاقتصاديات ومن هن في المجال الاقتصادي من السيدات والنساء، وهذا موضوع قد ننهي فيه من رسالة لحضرتك للمستمعين والمشاهدين معنا. قبل أن ننهي، إذا بنستمع لأخونا الدكتور فتحي الأغوات، تعليقك أخي فتحي، ولن نطيل عليكم وعلى الجميع، لكن في جولة أخيرة من المداخلات تحدثنا عن المأسسة والعمل المؤسسي، ونحن نعلم أن العمل الصحفي الورقي تحديداً والصحافة الورقية تحديداً تعاني، والمؤسسات الصحفية الورقية تعاني منذ زمن، يعني قبل التحول الرقمي وقبل أزمة الكورونا، وقد تضاعفت قد يكون ذلك بالتحول الرقمي. برأيكم العمل المؤسسي الصحفي إلى أين مقارنة ما بين الأمس واليوم والمستقبل، كيف ترى وكيف هي نظرتكم؟ شكرا أخي فادي. حقيقة يعني بس مداخلة سريعة إنه عن الاقتصادي، يمكن نحكي إنه التسويق الاقتصادي مهم جدا في الدور الإعلامي أو الصحفي أن يقوم فيه في التسويق الإعلامي الاقتصادي، خاصة في أمور تتعلق بالاستثمار وقضايا الاستثمار والقضايا الاقتصادية الكبيرة والمهمة، إضافة إلى مواجهة حملات التشهير والتشكيك الدائمة التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض فئات ليس هدفها يعني الإساءة دائما إلى المنجز وإلى المكتسبات التي أقيمت في الأردن والمشاريع الناجزة التي موجودة في بلدنا. هذا مهم ودور اقتصادي مهم على 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 يقع على عاتق الصحفي أو الإعلامي الاقتصادي في نشر الحقائق وتوضيح هذه الأمور التي هي يعني مهمة في تمكين الدولة الأردنية وتعزيز الثقة بالاستثمار وبهذا الجانب المهم. إذا ذهبنا إلى موضوع الصحافة والصحافة الورقية بالتحديد، الصحافة الورقية هي يعني ليست يعني الآن ليست بخير كما هيك حال المؤسسات الصحفية في الورقية في كل العالم وليس في الأردن بس، إنه نحكي إنه إحنا هنا بالأردن تأثرنا بكثير قضايا، وهناك الحق يعني زي ما يحكوا الحق مش على الجهة محددة، هناك يعني جهات تتحمل المسؤولية، جهات محددة يعني الدولة تتحمل جزء من المسؤولية، وهذه المؤسسات نفسها تتحمل جزء من المسؤولية، الدولة تتحمل في مسؤولية دعمها ورعايتها، هذه بالأول والأخير تحمل رسالة الدولة الأردنية، وحملت الرسالة بكل فخر وكل اعتزاز، وليس من نية منا أن هذه المؤسسات كان لها دور ريادي في حماية الأمن الوطني والأمن القومي، هي يعني معززة دائما للثوابت الأردنية وقيادتنا الهاشمية حفظها الله. هذا موضوع الصحافة الورقية، نعم عانت مع التطورات الإلكترونية وظهور مواقع التواصل الاجتماعي، كانت هناك تحملت جزء كبير من تحملت الخسائر، هناك مشاريع كبيرة أثرت عليها، نقص بالإعلام حاد، لكن لا نتوقع دائما من الصحافة الورقية التي حملت الهم الوطني دائما وأبدا أن تكون مشروع ربحي، كانت ربحي بمعنى الكسب المالي بقدر ما هي تحمل رسالة وتؤرخ للدولة وتاريخها
فهذا جزء كبير يجب أن نغفل عليه. الآن الصحافة الورقية مطالبة بتطوير أدواتها، نعم بتطوير أدواتها وإعادة هيكلة بنيتها المهنية والتأقلم مع المتطلبات العالمية في عالم الرقمي والصحافة العالمية. الصحافة الورقية موجودة لا زالت ولها تأثيرها في كل دول العالم. هناك نرى الآن الكثير من الأخبار الرئيسية والحصرية هي تنقل على صفحات هذه الصحافة، مثلا إذا حكينا في موجودة في الاندبندنت الفرنسية وموجودة ممكن بالنيويورك تايمز، هي يشار لها بالبنان الآن، هي نقلا عن وهي مؤسسات عريقة، وعندنا هنا مؤسسات الصحفية والصحف الورقية مؤسسات عريقة وتحمل تاريخ وإرث وأرشيف مهم من ذاكرة الوطن، ولها فضل ولها أيادي كبيرة في 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 دعم المنجز الوطني، وهذا ليس منية كما قلت منا، لا هو بل هو واجبها وقامت واجبها على أكمل وجه ودون تقصير، ويجب أن تراعي الحكومات دعم هذه الصحف و أن تعي أيضا الصحافة كما ذكرت دورها بتطوير أدواتها، ومن خلال وجودها هي لها مريديها ولها متابعيها. لا زالت هناك تناقص بالإعلان، هناك تناقص بعدد القراء، لكنها لا زالت إرث وطني نفتخر ونعتز بها، واستبقى بعون الله. كما ذكرت الصحافة الورقية لم تكن ولن تكون يعني يوما، هي كمؤسسة مصنع ألبان إذا حكينا أو مصنع بيض أو كذا، هي منتج وطني، ينتج وطن، أرشيف وطن، ذاكرة وطن، ألا يستحق الدعم؟ ألا يستحق الإشادة؟ يعني مش معقول إنه نتخلى عنها بهالطريقة. يعني هناك معاناة حقيقية، أنا من رحم هذا المعاناة أنا أتحدث إليك يعني وللزملاء هناك، نحن نعاني في الصحافة الورقية يعني بكثير، في معاناة، وحضرتك يمكن وكثير من الزملاء اطلعوا على هذا، والأستاذ إبراهيم يمكن جزء منا كمان وهو على اطلاع بما تعانيه الصحف الورقية. المطلوب الآن النهوض بها، عليها دور، أنا لا أنكر أن الصحافة الورقية عليها دور، نعم مطلوب ومطالب منها دور كبير في تطوير أدواتها، لكن أيضا هناك هي بحاجة إلى دعم، وأن لا ننظر إلى هذه المؤسسات على أنها مشاريع ربحية، رغم أنها كانت مشاريع ربحية وكانت تدر على الأرباح على الشركات على المساهمين، فهذا مهم جدا. أنا شاكر لك في هذا اللقاء، والأستاذة الفاضلة زميلتنا إسراء المتألقة دائما، والأستاذ إبراهيم اللي تمنينا نشوفه معنا اليوم، لكن الحق كمان على اتصالات، هو بغطي قطاع اتصالات يمكن هاي مشكلة صارت عليه. فأخي فادي نفتخر دائما بكم وبملتقى طلال أبو غزالة، أشكرك دائما من أهل البيت، وكما ذكرت كنت في كثير من الرجال هذا الملتقى العزيز. وأنت كذلك أخي العزيز، وأنت كذلك أستاذ فتحي الأغوات الصحفي القدير والزميل العزيز والشاب المبدع، أشكر لك يعني وجودك معنا في هذه الجلسة الحوارية التي أضافت الكثير، وأتمنى أن فعلا حققنا لو بعضا من أهداف هذه الجلسة الحوارية في هذه الجولة الأخيرة من الأسئلة. إذا بتسمحوا لنا أيضا ضيفنا الحاضر الغائب معنا يعني أستاذ إبراهيم البيضين، كلمة أخيرة منكم سيدي للمتابعين وتعليقكم على ما تحدثنا به عن العمل المؤسسي، وإذا كان لديك توصيات في عجالة، إحنا ما بدنا نطيل عليك وتعدينا الساعة والنصف، ولكن الحديث كان معكم جميعا مشوق، لك الحديث أستاذ إبراهيم البيضين. الله يرضى عليك. صراحة أنا حاب أحكي بجزئيتين، أكد على اللي حكى أخونا دكتور فتحي، موضوع وسائل الإعلام الورقية والتطور التقني الحاصل واللي أثر عليها بشكل كبير. بدي أحكي إنه الثورة الصناعية الرابعة والتطور التقني هذا شمل كل العالم بداية. من يعتقد أن الصحافة الورقية إلى زوال، أنا كإبراهيم واللي بغطي القطاع بعتقد لا، إنه لسه في وقت طويل. وبدي أضرب لك أمثلة من واقع القطاع. الجميع حكى إنه بمجرد أن دخل الهاتف الخلوي سيندثر الهاتف الثابت، الهاتف الثابت ما زال حاضرا وما زال يستخدم. عندما دخلت تقنية الاتصالات المتنقلة والخلوي أيضا حكوا، تخيل موضوع البيجر، البيجر إلى الآن يستخدم
إلى الآن في شريحة من الناس تستخدم البيجر. الاس ام اس لما طلع الانترنت وتطبيقات التراسل الاجتماعي كالواتساب وغيره حكوا انها راح تندثر، لم تندثر. هل سيندثر؟ معناته انا بامكاني الان اتوقع كما يتوقع الناس في الصحافه الورقيه ان الهاتف الخلوي كالجهاز سيندثر، وهذا غير ما بعرف. انا لسه بعتقد انه لسه في وقت طويل امام الصحافه الورقيه، رغم انه في صحف ورقيه عالميه اغلقت. لبنان شهد اغلاق صحيفه عريقه، بريطانيا شهدت اغلاق، امريكا شهدت اغلاق، لكن بعتقد انه لسه في مساحه امام الصحافه الورقيه، وبعتقد لسه في ناس بدهم ريشه الورق. لسه في ناس شغوف ومجيم بالصحافه الورقيه، هاي جزئيه. وعلى الدوله انا بشدد كمان على اللي حكى برضه دعم وسائل الاعلام، لانها هاي زي ما حكى فتحي هاي بتمثل صراحه في جهد يجب ان نحترم بعضنا، في جهد الجميع يبذله، الجميع بغض النظر كل مهنة فيها سلبيات وكل مهنة فيها دخلاء، لكن في أساس ما زال موجود ولازم نحترمه ولازم ندعمه. الشغلة الثانية حكتها أختنا إسراء وبعتقد أنها كثير مهمة، موضوع الإيجابية. أنا هذا المصطلح ما بعرف اختراعي، يعني أنا بعتقد أنه في إشي اسمه إعلام إيجابي، والإعلام الإيجابي بمعنى إنه في ناس كتير بشكي فادي إنه الصحفي لازم يكون دائما ناقد، دائما متأهب للاقتناص والتطرق إلى السلبية. لا يا جماعة الخير، الصحفي رقابي وليس نقدي. رقابي بمعنى إيش؟ إنه أنا أراقب المشهد، المشهد ممكن يكون إيجابي لازم أنقله، إذا كان سلبي زي اليوم أنا سلبي كذبت بس بمهنيه. اذا ما تشتيني ان الصحفي دائما لازم يكون نقدي، هو رقابي وليس نقدي، بمعنى اذا كان في شيء ايجابي لازم انقله، واذا كان في شيء سلبي لازم اتناوله بمهنيه. واخر شغله بدي انهي فيها، وهذه عباره من ابتكاري هلا من خلال الحديث جمعت شويه مصطلحات. انا بعتقد فادي الاعلام بكل أنواعه وبما فيه الإعلام الاقتصادي هو عملية اجتماعية تعليمية رقابية تصحيحية. جميل. اجتماعية، هناك مرسل وهناك مستقبل، الاثنين عليهم مسؤولية. تعليمية اللي حكيته في البداية إنه دائما الإعلام لازم يقدم لك ما هو جديد، وهون لازم نركز على مصطلح أو مفهوم التعليم المستمر أو التعليم الذاتي. فادي أنا بدي أسألك فادي، بأزمة الكورونا هو حدا كان يعمل سيرش على اللقاحات وأصل اللقاحات وعلى الحمض النووي؟ ما كان. لكن الحشد الإعلامي والتركيز الإعلامي لعام الكورونا على هذا المواضيع خلى الناس تتثقف. إذا الإعلام فيه دور تعليمي فادي، لأنه بطلعك على كل جديد. ثالثا عملية رقابية، وحكيت عنها إنه أنا مش لازم دائما أكون نقدي أو أطلع على السلبية، زي ما حكت إسراء أنا يعني إيجابي وبدي أبني على الإيجابية عشان نحسن. إذا دائما ظلينا نطلق باب السلبية نتدمر. وأخيرا تصحيحية، بمعنى إنه السلبي أنا لازم أقاومه بحكومة إلكترونية يا عمي سرعوا بالموضوع، والإيجابي لازم أدعمه. شكرا. بارك الله فيك، أشكرك. أشكرك صحفي القدير أستاذنا الفاضل إبراهيم بيضين، وأنت صحفي يشهد لك بالقطاع الشبابي والريادي تحديدا. لا صدقا هذا ليس مجاملة، وإحنا لم نعرف بك في البداية، فخلينا نعرف بالنهاية أن الأستاذ إبراهيم بيضين هو حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة مؤتة، وصحافي متخصص في تغطية أخبار قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال والمسؤولية الاجتماعية والمبادرات الشبابية في قسم الاقتصاد في صحيفة الغد اليومية الأردنية منذ انطلاقتها في العام 2004،
وشغل موقع رئيس مندوبين في قسم اقتصاد في جريدة الغد، وشريك مؤسس في موقع هاشتاج عربي المتخصص في أخبار قطاعات الاتصالات تكنولوجيا وريادة الأعمال الذي انطلق في العام 2014، وشارك في تغطية مئات الفعاليات في مضمار الاتصالات وتكنولوجيا وريادة الأعمال في الأردن والمنطقة، وحصل العديد من الجوائز التقديرية للعديد من الجهات خلال فترة عمله في الأعوام على مدار السنوات 16 الماضية. ففعلا من يعرف إبراهيم مبيضين في القطاع الشبابي والريادي يكون له كل التقدير والاحترام لما يقوم به من تغطية فعلا على أرض الواقع. شكرا لك أستاذ إبراهيم. صراحة هاي الندوة وهذا البرنامج هذه كمان يضيف ويعزز موضوع المستوى العربي المرئي على الانترنت ومستمر، يعني المفروض احنا من نركز على الإيجابية وبلدنا فيها خير، والله فيها خير كثير يا فادي. طبعا ان شاء الله المستقبل ساهر، يعني بعيدا عن الفقر والبطالة، كلنا ما بدنا فقر وبطالة وما في ناس، بدنا نتحسن وبدنا وبلدنا فيها خير، والله شبابنا فيهم كل الخير يا فادي. إن شاء الله سيدي. طبعا طبعا كل الخير بشبابنا وكل المستقبل. أنا دائما بحكي إنه نحن نتغنى بأننا مجتمع فتي وأن مجتمعنا شاب، وأن 70% من سكان الأردن هم 30 عاماً فما دون. إذا كانوا اليوم شبابنا 70% من عدد السكان هم 100% من المستقبل، فشبابنا هم المستقبل فعلياً وليسوا فقط يعني بالرقم. وكل الخير بشبابنا إن شاء الله، وجهودك في تغطية ما يقوم به شبابنا هذا أكبر يعني إنجاز قد يقوم به الواحد كل واحد من موقعه. أشكرك أستاذ إبراهيم، أشكرك سيدي. شكرا لك عزيزي. بارك الله فيك. شكرا. قبل أن نختم طبعا ونشكر كل من كان معنا عبر منصة ملتقى طلاب غزال الرقمي، وقبل أن نختم مع الإعلامية القديرة وخير الختام ومسك الختام مع الإعلامية القديرة الأستاذة إسراء، لكن عشان ما يعتبوا المتابعين علينا ممن يتابعون ويبعثوا الرسائل، الأستاذة فوزية الزعبي القديرة دائما بتتابعنا تقول: أنا مع الأسف الشديد لا يوجد عندنا إعلاميين صريحين وهم فاقدي المصداقية، الإعلام يتخبط بين كشف الحقيقة وإخفائها، وهناك تكتم شديد بأمور كثيرة. يعني قد نرى من تعليقات الناس أن هناك دائما يعني للأسف عدم ثقة يعني متزعزعة ما بين الإعلام والمواطنين. رغد تقول: محاضرة رائعة مميزة وأتمنى لكم المزيد من النجاح. الأستاذ محمد صوان: حقا من المحاضرات القيمة وفي مجال هام جدا، شكرا لك دكتور فادي وضيوفك المتميزين، وهذا ليس بغريب على رجال الإعلام في وطننا، رجال وسيدات الإعلام. أنا بدي أضيف على كلام أخونا محمد صوان، فيعني سيداتنا ونساءنا ورجالنا على حد سواء هم دوما لهم التأثير والأثر. ختامها مسك مع الإعلامية القديرة إسراء طبشات، وأتمنى أننا لم نتأخر أكثر مما ينبغي على وقتك الثمين، إذا كان عليك يمكن أي التزام. يعني وجودي معكم بالعكس يضيف لي على المستوى الشخصي، وأكيد يعني كل دقيقة بالنسبة لي بالعكس بثمنها جدا. أنا يعني بدي أشكر أستاذ إبراهيم على كل اللي تفضل فيه، وبدي أضيف كلمة للي حكاه بخصوص إنه دور الإعلامي. دور الإعلامي أيضا مع كل اللي تفضل فيه هو كمان دور إبداعي، فوق التصحيح وفوق النقد وفوق الرقابة وفوق التشجيع، هو عمل إبداعي، لأنه لولا أنه هو كان إبداعي لم يصل ولن يتقبل الآخرين. وحتى هاي يعني فيها يعني جدا، لأنها بتحتاج لأدوات وبتحتاج إلى مهارة، وهي الثقة، يعني حتى الصحفي والإعلامي يحتاج إلى مد جسور الثقة مع المواطنين. فبالنهاية أنا عم بستخدم هذه القنوات التي إنشاءها وأحرص عليها مع المواطنين، أستخدم المعلومة. هنا تأتي سلطة الصحفي وهنا تأتي سلطة الإنسان المبدع، إنه أصحاب القرار أو المؤسسات أو الدور الإعلامي بشكل عام، يعني لو ما في له دور إبداعي وهو غير مميز بشيء معين كانت القنوات متواصلة، يعني كل مسؤول يتحدث مع المواطنين بشكل مباشر، كان كل مواطن بيروح بيسأل أي مؤسسة ليش كان في مؤسسة إعلامية ودور إعلامي ولها طريقة معينة بتناول، لأنهم أصحاب اختصاص وهم حلقة الوصل.
هذا من جانب. من جانب تاني موضوع الإيجابية وموضوع أنه أكيد في عنا ثغرات كتير، لكن بكفي كمان يعني في عنا ثقافة موجودة اللي هي التحشيم. يعني لولا أنه أحياناً كان في جلد على الصحفي ما كان فقد شوي من قيمته وسلطته، حتى كان ضعيف أمام المسؤول أحياناً. ولو أيضاً المسؤول لو ما هشمناه كتير كان عنده ثقة أكتر بأنه هو لو عنده رؤية معينة أنه هو يكون ويبقى في المكان اللي هو فيه ويحقق شيء. وأيضاً حشمنا المواطن لأنه المواطن صار يحس حاله أيضاً هو خارج المعادلة، فإحنا كمان قاسيين على أنفسنا. أنا شايف الأردن مش مصدق، أو شايف الأردنيين وشايفين الإعلاميين، في ناس كتير بحطهم يعني زي ما بيقولوا عقال على الرأس، يعني رائعين، وإحنا شعب رائع فعلياً، وعندنا سيئاتنا وعندنا حسناتنا. بس بحسد كمان كثير من خلينا نحكي بلدان العالم، ما بدي أحكي بس عربيا، إنهم بيشوفوا حالهم وما بيصدقوا. طب إحنا ليه ما نشوف حالنا وما نصدق؟ إحنا عندنا منجزات كثيرة، وهذا لا يعني إنه أنا بقبل الخطأ قبل الصواب، لكن من حقي إنه هذا جزء من هويتي إني أستعرض ماذا لدي، إن كان من إعلاميين أو حتى إن كان من نواب وإن كان من مسؤولين. عندنا ناس كتير نستطيع الاعتماد عليهم، حتى الأطباء، ويمكن أزمة كورونا خلتنا نشوف إيش قيمة الإنسان الواحد، وبلشت الأمور عندنا والسلاسل تصير أضيق ونقدر نشوف الأمور بشكل أوضح. فمن حقنا إنه فعلاً نرفع من قيمة أنفسنا. وبديش أطول عليكم، يعني شكراً لكل زملائي، سعيدة جداً. تفضل. كلمة أخيرة جيدة، وكامرأة أردنية وإعلامية ويعني وجهة نظرك، وأيضا أن تنقليها لكل النساء والفتيات ومن يسمعون الآن إسراء طبشات الإعلامية كامرأة أردنية. أكثر إنسان صاحب إقناعه هو نفسك. يعني شو هي رسالتك للفتاة الأردنية الآن، وما قد يجول في الساحة حاليا، ما بدنا نخوض بهذا الموضوع، من جدلية حول العنف ضد المرأة، حول النظرة السلبية والنمطية تجاه المرأة، حول التحدي وتعاني منه المرأة في مكان العمل، وكل ما نعرفه يعني نحن من قضايا للمرأة وتعاني منها المرأة. أنا بصراحة بحب أني أطلع شوي من هاي القوالب الجاهزة والكلاشيهات اللي إحنا مثلا دور المرأة. أنا بحكي مع الإنسان كإنسان بالنهاية. أنا ليس كل النساء بالنسبة لي سواء، وليس كل الرجال سواء، هناك إنسان يعني. فأنا بالعكس رسالتي لكل شخص إنه يؤمن بنفسه أولاً. أنت لك قيمة، وأنت القيمة اللي بتجعلها لنفسك تجعل الآخرين يروها بشكل أوضح. إذا بدي أوجه للنساء تحديداً، أريد أن تفكر كرجل، لأنه تفكير الرجل هو مرتبط بالنساء والرجال. وظهري كأنثى وأشعري كطفلة، كل إنسان يستطيع أن يكون كل الأدوار، ولكن يجب أن يكون الدور المناسب في المكان المناسب، وأن يكون إنسان فعال. فآمن بنفسك وآمن بالمكان اللي أنت فيه، وارفع من قيمة نفسك وقيمة المكان اللي أنت فيه، حتى كل العالم يقدر يشوفنا بهاي الصورة. وأنا أحبكم جميعا وفخورة فيكم بكم جميعا، ويعني فرصة سعيدة إني موجودة هون معكم، وأكيد هون أستاذ فتحي. شكرا لك على وجودك معنا، وأنا بحسن فيك أيضا بالأستاذ إبراهيم وأستاذ فادي، أكيد سعيدة جدا بكم. تسلم إسراء. أشكرك. أنا بالأكثر ستي. شكرا أستاذ إسراء لهذه الخاتمة الجميلة وهذا الكلام ومخاطبتك للإنسان كإنسان. هناك عمق طبعا في كلامك، وأتمنى أن تطلي ضيفة علينا حتى في المستقبل ونتحاور، من أجل يعني أن نتعرف على إسراء، يعني المفكرة وصاحبة الفكر خلف الشاشة وخلف الإعلامية ومقدمة البرامج. لا شك هناك العديد من المواضيع اللي قد فعلا نستفيد من مشاركة فكرك معنا ومع جمهورك العريض. أشكرك أستاذ إسراء لوجودك معنا في هذا الحوار. دكتور فتحي الصديق العزيز، أشكرك أستاذ إسراء. أستاذ فتحي، اسمح لي أشكرك أيضاً لمشاركتك معنا ووجودك في هذه الجلسة الحوارية، وأنت من أهل الدار. قلنا أنا سعيد أن أكون معكم. أشكر الست إسراء اللي كانت معنا وهي زميلة متعلقة دائماً، والأخ إبراهيم اللي كنا حابين نشوفه. وبالمناسبة سريعة بالنسبة للجندر، حكيت مع إسراء، فهذا اختصاصي، يمكن أنا عندي مؤلف، يمكن تعرف أخي فادي، وعندي كتاب هو الصراع الأدوار الجندرية والأسري، فهذا مؤلف عندي كتاب. هذا موضوع آخر لسه.
طب خلص اذا هيك سنتحدث في جلسه مستقبليه ان شاء الله. ان شاء الله سيدي ان شاء الله تشرفت بكم. ما شاء الله عليك استاذ، كل الشكر فادي، كل الشكر لكم جميعا، كل الشكر متابعينا، شكرا لمشاهدتكم معنا. استاذ ابراهيم المبيضين شكرا لك لوجودك معنا ايضا، وسعدت مساء متابعينا، ونلتقي ان شاء الله في جلسات حواريه اخرى عبر ملتقى طلال الغزالي المعرفي في حوار جديد في المستقبل القريب ان شاء الله. وسعدت مساء جميعا، وتصبحون على الف خير.